مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام، حلقه جديده من برنامجكم بالسنتر. كانت في حلقه قبل هذه الحلقه بس تحت الهواء، كانت حلقه حواريه والكل التزم باداب الحوار، يعني في اصوات علت من يمين ويسار، لكن الحمد لله كلهم اتفقوا لدرجه ان الموضوع اللي قلناه اصلا ما له داعي ان نقوله لان انتهينا من نقاشه تحت الهواء. اليوم اكيد الساعه ونص اللي راح نقضيها معاكم راح نتكلم عن منتخبنا الوطني، اسبوع مهم، اسبوع جدا مهم لمحبين كره القدم الكويتيه باذن الله. راح نتكلم عن الاستعدادات الاخيره اليومين الاخيرين في معسكر دبي، بالاضافه الى اخبار العصفوره اللي اعطتني تفاصيل مهمه عن المباراه الوديه اللي خاضها منتخبنا الوطني خلال معسكر، المباراه الوديه السريه الغير معلنة. اليوم نورينا كابتن وائل سليمان، حياك الله، تأخرت عليك ودقت الساعة. حياك الله أبو سليمان. حياك الله أبو سليمان. أنا ولاء الكاسيو. حياك الله بالحلقة. حياك الله أخي محمد، أصبح عليك وعلى الإخوان المعدين والمصورين والعاملين وعلى السادة المشاهدين والإخوان ضيوفك الكرام. وتحية لك أيضا. الله يحفظك أبو عدبي، حياك الله. يوسف سوي. الله يسلمك، أحييك إبراهيم وحي الإخوان الموجودين والمشاهدين. أنا المشكلة كلها أروح يمين، والحمد لله دائما إن شاء الله كلنا من أهل اليمين، بس أعتقد العمر ولا لا هناك واضح. أنا بعيد، لا أنا أقصد البداية. الخبرة الخبرة، لا خليك بالخبرة، الحين اليمين ولا اليسار؟ ابو عدبي لا بس ابو عدبي قال كل خبره دافنها لك ابو ابراهيم. ادري فيه، ادري ما يقدر ولا هالدرجه، فرق 10 سنين عندي، فرق فعال طول بعمر. لا لا فرق شهرين بين فرق شهرين. خل نروح حق بدر العنبري. لا ما راح نخلط، بدر العنبري. ابراهيم صبحك الله بخير. ابراهيم نورنا حبيبي، نورك الله يحفظك. صبح عليك وصبح الكوابتن وصبح المشاهدين. الله يسلمك. صالح بريجي حياك الله يا كابتن. الله يحييك ابراهيم، وصبح المشاهدين الكرام مع الاخوان الكبار المتواجدين معنا اليوم. اليوم عندكم المضبطة، إذا كانت عندكم أي أخبار وكم تعلقون عليها. ما مو قاعد طالع يوسف سعيد بدر العنبري. عند الكبار، عند الكبار، لا قبل الكبار. الله كبار مقام، كلكم كبار، قدر ومقام والسن أيضا. أنا العصفورة لا بصيدها هذه. لا العصفورة ما راح تقدر عليها. أوه والله والله ما حد يقدر يصيدها العصفورة. بس اليوم جابت لي أخبار جيدة إن شاء الله بالجانب الجيد. لكن قبل حتى أخبار العصفورة اليوم، يا الله، إيه موضوع الهلال يا جماعة، قاعد تتابعون الصفقات اللي تمت، وخاصة متعب الحربي، كنا الغنام بعد صالح سلطان خالد الغنام اعتقد اليوم يمكن هم اليوم، اليوم انا متعب اي سمعته، وسمعت ان هذا اللاعب البرتغالي كانسلو كان بدال سعود عبد الحميد. اي وهذا تكلمنا فيها بالحلقة. لكن متعب الحربي يعني قضيته شوي مختلفة، البعض يقول رقم خرافي يعني 123 مليون ريال. احنا كم نتكلم كويتي عندك بدر تاجرنا؟ 123 مليون ريال لازم احد يحسب رقم، يعني رقم اعتقد هو 10 ملايين دينار، 10 ملايين دينار تقريبا، 10 ملايين دينار، خمس مواسم ولا ثلاث مواسم؟ خمس. ولاعب شاب متعب الحربي، ظهير ايسر حسب ما عرفنا، واللي تابعه في مع نادي الشباب. لكن الرقم كبير مرعب. الشيء المرعب اللي اكثر منه التفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي مع هذا الخبر، وتحديدا مع تدخل سمو الأمير الوليد بن طلال في موضوع الصفقة. التفاعل خلال ساعات أكثر من 12 مليون تغريدة. أمر مرعب ترى، يعني هذه مو بس كرة قدم، هذا حدث عالمية. بس أبو إبراهيم تتكلم بهذا التفاعل. بس ترى بالبداية ما كان رايح الهلال، هو النصر، خالص مع النصر، كان خالص كنا مع النصر. لا مو خالص مع النصر، بس فجأة إيه، لا هو مو خالص مع النصر تقريبا، يمكن هذا اللي عطى المبلغ هذا ابو ابراهيم. إيه كان رايح للمنافس نقول، يمكن هذا اللي زاد خلى المبلغ بهالقيمه هذه. بس فجاه ترى، ها منو متابع الهلال؟ انا لا متابع بس السعودي. الصفقه هذه اللي صارت ما ادري، لا انا ما ابي، هل هم بحاجه الى متعب الحربي لهذه الدرجه؟ هم محتاجين حق باكات. انا متابعهم، متابع الهلال، بس هم محتاجين فعلا حق باكات. وهل الصفقه رقمها، ومحتاجين بعد حتى حق مهاجم. الصفقه هل هو الرقم طبيعي؟ انا ما اعتقد انه رقم طبيعي. الان قاعد يصير طبيعي. تعتقد اللي قاله صالح لان موضوع النصر؟ انا شنو قلت لك ابراهيم؟ قلت لك كل الانظار رايحه حق النصر، فجاه اتجه للهلال. فالظاهر انا حسب رايي، الظاهر ان المبلغ كان له دور كبير.
ان تغير الاتجاه. يعني كلمه او تغريده نادي الهلال بعد ما تم التوقيع معه ان اذا نام شبابي وصحى هلالي، تغريده حاطينها الهلال، يعني لدرجه ان بيوصلون ما في فتره زمنيه طويله في التفاوض، في التفاوض خلصناه بشكل سريع. المبلغ هذا ابو ابراهيم اعتقد اكيد بيخلص بشكل سريع يعني، وانا قلت لك انت ممكن اعتقد المبلغ هذا صار يعني ممكن يكون هم بالملايين، لكن اعتقد لان في طرف كان النصر فسواء النصر او الهلال يعني الصفقات لما تصير بين الانديه نفس ما تصير مثلا بين الغاتسيه والعربي، الغاتسيه والكويت، الامور هذه عندنا، بس طبعا فارق يعني القيمه يعني. فاعتقد لو ما كان طرف فيها النصر او ما كان طرف فيها الهلال راح يكون مبلغ كبير، لكن مو بالصوره هذه. اليوم بعد ترى نادي النصر نزلوا بيان على الموضوع وان احنا كنا خالصين مع اللاعب، لكن في ليله وضحاها تم رفع تقريبا اكثر من 30 مليون ريال. بيان شوف انا عندي صديق نادي النصر بخال بتفضل، انا كان عندي صديق يشجع النصر دز لي صورته انه خالص مع النصر، انه خالص داد لي هذه صورته وكل شيء ان خالصين مع النصر. يا جماعه الوضع مو طبيعي، ما عندنا يعني احنا نتكلم اليوم عن مستويات، ما عندنا لاعب خليجي يستحق هذا المبلغ او نص المبلغ حتى. يعني خلينا نكون واقعيين وما نرفع السقف. اليوم تكلم لي عن 10 ملايين دينار اللاعب وظهير ايسر وكان في نادي الشباب، اللي نشوف نادي الشباب نتائجه في السنوات الاخيره كانت متواضعه جدا، اليوم تقول لي عن 10 ملايين، انا اعتقد مبلغ مبالغ فيه جدا. اناقشك فيها باللاعب الخليجي، لو تشوف اللاعبين العالميين، انا ما اتكلم مو اللاعب العالمي، لا انا اتكلم عن اللاعب الخليجي، انا اتكلم عن اللاعب الخليجي مفهوم. بس انت لما تتكلم عن اسعار في الخليج للاعب خليجي لازم تقارنه مع العالم، لازم، لان انت ما يصير تقول حتى ابراهيم ترى اللاعب يسوى 100 حتى مبالغ العالم ولا 10 مليون، حتى مبالغ العالم ترى هم يعني مبالغ فيها حتى بالعالم، هذا اللي انا بوصل له. يعني هو التضخم الاسعار اذا جاز للتعبير، مو بس بالخليج يعني، قبل كنا نسمع المليون وال50 مليون، هذا وين تسمعها قبل سنوات الاوروبا؟ انا كان النجم الواحد اللي يشيل الفريق سواء بالنادي او بالمنتخب، اليوم اللعب يعتمد على اللعب الجماعي. تقول لي 10 ملايين وعلى لاعب ظهير ايسر، مع احترامي وتقديري للاعب، ولكن ما عندنا اليوم لاعب يمكن حتى يسواله اكثر من حتى مليون دينار، مبالغ فيه جدا. هذا اللي احنا بنوصلها لك انا وصالح، انت تتكلم على المستوى الخليجي، احنا نقول لك على المستوى العالمي هذا تضخم اسعار، هذا شيء موجود. شوف يمكن الارقام هذه موجوده على المستوى العالمي، يمكن اللي رفع مستوى الدوري السعودي اكثر حطوا المبلغ هذا، انه في عندنا لاعبين يسوون هذا المبلغ. تمام، في لاعبين على المستوى العالم يعني ما يستحقون هذه المبالغ. نعم صح، نفس الشيء. شوف ونفس الشيء جدا عادي، نفس الشيء. نعم لا تنسى ترى على فكرك هذا التطور بالارقام كما وصل بال يعني مارادونا ترى انباع 11 مليون اعتقد، هي 8 من برشلونه لنابولي 11 مليون، بس ذيك الفتره 11 مليون تعتبر 100 مليون، وكان اللاعب لوحد وكان لاعب لوحد. فهي ازمنه وتختلف، وارقام القيمة السوقية، تضخم أيه؟ تضخم زائد انه مافيا الرياضة مو شيء بسيط، هذه تعتبر مافيا بالرياضة، الرياضة بشكل عام هي بزنس خاص تشتغل فيه اطراف كثيرة، عالم خاص الحالة في احيانا مثل ما قال اي مو مافيا، انت يمكن الشركات يعني الشركات الكبرى هذه المسيطرة يعني. وهذه المسيطرة بيع وشراء والامور هذه فيها اشياء كثيره تدش خلف الكواليس. انا اتكلم عن اوروبا يعني، اللي هو الجامبلينج والامور هذه، التسويق والتسويق والامور هذه شغلات مو سهله، بس ان الاسعار هذه مثل ما قلت لك يعني هي كانت شنو والان صارت شنو، تضخم حتى قيمتها. الزمن قاعد يغير الاسعار بالضبط يعني قيمتها، حتى القيمه السوقيه اللي كانت بالسابق مو نفس القيمه، بس ما تقفز لكابتن بدر الاسعار 10 اضعاف. إيه يعني تكلم عن اللاعب الخليجي قبل الصفقه هذه تكلم يمكن عن مليون، عن مليون ونص، صحيح، بس ما تقفز بيوم وليله الى 10 10 كانت في صفقات ثقيله، بس هذه معدوده جدا على الاصابع، اذا كانت موجوده بس هذه معدوده على الاصابع. كابتن وائل هذه موجوده برا، الان قاعد ادش علينا الخليج، اتكلم على الخليج، ثقافه تدخل عليه، انا قاعد ادش علينا المبلغ هذا، اول خليجي يوصل لهذا المبلغ. لا كابتن كلامك عدل، خلال فتره الجايه راح تشوف لما يكون الأرقام، لما يكون هذا المبلغ لما كان هذا المبلغ على نجم ومتالق سنتين وثلاث سنوات واربع سنوات، انا اقول نوعا ما يوصل المبلغ.
ولكن فجاه يطلع اللاعب هذا في هذا المبلغ اذا مهاجم هذا. اذا مهاجم لو مهاجم, إذا مهاجم إيه. حتى لو مهاجم ما يصل السوبر يعني يعتبر بس كلمه على الظهير الايسر بيوم وليله 123 ميسي. ميسي البعض تكلم عن صفقته كانت راح توصل الى مليار مليار اي الى مليار هذا ميسي وشايف انا فاهم التسويق التسويق والامور هذه لكن هم التكلم لا نقصد التضخم موضوع التضخم هذا ابو سليمان على العالم كلامك عدل مفهوم ان هناك تضخم لا تضخم نعم على نجم سنتين ثلاث يلعب مع المنتخب بارز نوعا ما نعم انا اقول لك ولكن على لاعب فجاه بيوم وليله يضخمونه 10 ملايين شيء ابراهيم هي القيمه كم كان عرض نادي النصر 30 مليون فرق كم سنه فاعتقد يعني القيمه اقول لك يعني هي على عدد السنوات وقلت لك عشان فيها طرف النصر وفيها طرف الهلال انا هذه انا هذا متاكد من فيها مليون بالمية هم طرفين لان هم طرفين وعلى حسب وايضا حاجتهم ممكن المده تكون عند الهلال اكثر بعد عشان صار مبلغ كبير لكن مع ابو سليمان يكون مبلغ مبالغ فيه ولا في حاجه اليوم اليوم سعود عبد الحميد شارك مع روما اليوم شفت نزل ارضيه الملعب مع الفريق في البدايه لكن ما عندي خبر اذا شارك شباب شارك مع روما ما شارك المباراه الاولى صعبه اعتقد يشارك زين ايش رايكم نروح هيدلاين قبل هيدلاين قبل هيدلاين ولا نروح هيدلاين نروح هيدلاين خلينا نشوف هيدلاين خلوني شوي اطلع خارج المألوف ومبارك مباركه خاصه واحنا دائما نقول احنا برنامجنا نعم كره قدم ودائما يعني متابعين لكره القدم ومشاكل كره القدم والامور هذه لكن اليوم في باريس وتحديدا البطوله البارالمبيه اللي هي الاولمبيات اللي ذوي الاحتياجات الخاصه اليوم احد الكويتيين سطر اسم الكويت بالذهب في الميداليات هناك وفاز بالميداليه البرونزيه لكن ميداليه اولمبيه اللي هو فيصل الراجحي سباق 5000 متر للجري على الكرسي وصراحه شيء نفتخر فيه والجميل ايضا ان احنا كنا متابعينها على قناه كويت سبورت كانت البطوله منقوله والمسابقه منقوله فشيء نفتخر فيه فنقول لك الف الف مبروك يا اخوي فيصل هذا الانجاز وهذه الميداليه المهمه الكل يعرف قيمه الميداليه الاولمبيه بالاصحاء وايضا في ذوي الاحتياجات الخاصه فبالتالي الميداليه الاولمبيه هي واحده دام تحققها وسط كل النجوم الموجودين وشكر خاص حق كل من سعى وكرم فيصل الراجح لأنه يستحق التكريم عندنا مثل ما قلت نعم الأصحاء هناك جوائز مرصودة أنا أتمنى أيضا مثل هذه الجوائز يتم رصها لإخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة فألف مبروك لفيصل الراجح شفتوا فرحته يا جماعة يا حلو فرحته والله يستاهل وفرحه يكفينا شرفنا يرفع علم نادي علم الكويت هو نفس الوقت نبارك لكابتننا فيصل لكن الاحتياجات الخاصة دائما ترى يحصلون على ميداليات على مدى تاريخ الكويت أيه. عن بطولات يعني من الثمانينات إلى الآن ما أذكر لك أسماء فطاحلة وكبار خذوا بطولات وخذوا إنجازات ويذكر لهم التاريخ فيشكرون عليه وإن شاء الله دائما مستمر بالنجاحات أتمنى الاهتمام طبعا يستحقون أتمنى الاهتمام يستحقون في هذه الفئة والله يستاهلون كل خير كل لاعب يحصل على الميدالية لازم يكرم أنا اللي أقصده يعني صحيح والأضواء تكون على خلينا نقول البطولة الأولمبية لكن أيضا هم يستحقون أن الأضواء تكون عليهم اليوم منو اللي قبل الهوى معاك أبو سليمان قال لنا قال المدرج فل صح المدرج يعني الجمهور والحضور وكان قاعد تشوف الأولمبيات فيعني حلو هالحضور الكبير والنقل المباشر وتشوف علم الكويت من ضمن الثلاثة اللي يتم رفعهم من خلال هذه الأولمبيات زين نروح حق أخبارنا شنو تبون نبدأ فيه كيفكم اللي تمروا فيه عندي أنا الأخبار اليوم أول تدريب كاظمة مع الأسعد الشابي مدربكم التونسي
يلعبون مباراة تجريبية مع السامية تعادلوا 1-1 مع المدرب؟ إيه مع المدرب؟ مع المدرب مو أول حصة تدريبية يعني. لا تعادلت 1-1 تعادل. المباريات الودية هذه تعكس شيء؟ أكيد حق المدرب شيء. لاعبينك مو موجودين بس اللاعبين إبراهيم شنو أهمية المباريات يعني اللاعبين الموجودين يعني. إبراهيم لما تقعد بس التمرين تمرين تمرين أكثر روتين إيه يعني راح يمل اللاعب أيه. يعني أيام فترة إعداد إحنا نفس مشكلتنا نفس مشكلة السنة اللي فاتت يبون يجون الفرق من إعداد يلعبون مبارتين يوقف الدوري مدى فترة طويلة وتعال إعداد من أول وجديد فأعتقد يعني المباريات هذه مفيدة للاعب أيضا مفيدة للمدرب يوقف أيضا حق يعني على مستوى اللاعبين حتى يعني اللاعبين ما يملون إنه بس تمرين لو تلعب أبو إبراهيم كل يوم تعطيهم تمرين يعني متغاير بمل اللاعب اللاعب يحتاج حق المباريات يعني هو اللي يكسر روتينه شوي المباراة بعدين يرد تمرين المباراة بعدين يرد تمرين بس اللاعب لا واهس إنه يلعب مباريات ودية أكيد المنافسة لا أكيد منافسة دائما أنت بتلعب منافسة تنافس وتثبت وجودك حق المدرب أنا أتكلم بناصر يعني بالوقت الحالي يعني اللاعبين اللي ما تم اختيارهم اللاعبين المحليين اللي ما تم اختيارهم للمنتخب تحس ان في شويه احباط شيء طبيعي في لكن لاعب ذكي ابو ابراهيم لاعب ذكي واللي عنده ثقه بنفسه انه يجهز نفسه حق الفرصه انه يرجع لمكانه يركز انه يكون جاهز حصلت معنا كثير احنا يوم بالمنتخب زاحونا في بعض البطولات اللي وراها تلقى نرجع نرجع مرة ثانية إلى المنتخب. إيه أفهم ترجع لما مثلا مباريات الدوري ترجع. مو أنا لازم أسس نفسي. أنا لازم أسس نفسي أحافظ على لياقتي ومهارتي على أساس إنه وقت المباريات أكون جاهز وألفت النظر. شوف إبراهيم نفس الكلام هذا يعني حصل معي. حصل معي. مباراة ودية والمنتخب قاعد يسأل. مباراة ودية كان ما خذوني مرة أذكر منتخب ما أدري أي بطولة أو شيء أي ما خذوني. تعرف وكان مدرب عندنا فوز إبراهيم بالنادي زين ولعبنا مباراة تجريبية وكان موجود مدرب المنتخب مباراة ودية أعتقد بطولة كأس الخليج التاسعة اللي صارت في السعودية شو بدر كان بدر صح التاسعة لاعبين إحنا مباراة ودية النادي وكان موجود مدرب المنتخب وهو اختار تشكيل مختارين ايه. شايب عندكم مرات يشوف كذي فكلم فوزي كلم فوزي عني كان يقول كاو قدامكم شوفوا وخذوني مدرب المنتخب التاسع كان أرمسترونغ أرمسترونغ كان انجليزي كان بالسالبية اعاره كان يقول لك كاو قدامكم شوفوا وخذوني ضافوك على الليست اللي موجوده الاستعداد حق شال واحد خليجة. ولا ما ادري والله عدد شاله بس خذوني ما ادري على المسار ما ادري عنه المهم هذا لما صار وقت البطوله ابعدونا لما صار وقت البطوله قبل لا يسافرون مو يصفون لاعبين استبعدوك ممكن بدر كان بدر يعني في اسباب معينه يعني لا ما ادري ماكو شيء اقول لك شافني خذوني ولعبت معاهم مباريات تجريبيه كانوا يعني منتخب اي ويا انا اذكر عشان الطريقه بس بدر انت ما استبعدوا كانوا ويانا بتاسع استبعدوا يوسف ما استبعدوا شلون استبعدوا ما ادري لا تستني عندك كواليس مع ان ما حد يستبعد يوسف سوي شلون تستبعد يوسف اسمعني مع ان هو اللي جاي مختارني يمكن يتذكر بدر هو جاي يعني مختارني اختارك شافك انت شويه يعني ابدعت قدام بالملعب لا لا عفوا أرمسترون كان مدرب نادي السالميه ويعرف كابتن يوسف سويد مو بالضروره انه يروح يشوفه بالتمرين لا راح للمباراه تجريبيه حتى لو مباراه تجريبيه يدري كابتن يوسف ما له داعي ان احد يشوفه اسماء يعني خاصه لما يكون استبعده هو الحين مو بس يشوفه استبعده يمكن في الكواليس ما ادري والله ما في شيء لا بس بعدين اخوي محمد يعني ما يخالف اليوم لما نتكلم عن مباريات تجريبيه نعم هي الكسر روتين وايضا كلاعب انا اليوم من الشباب او ما اخذت فرصتي اني اثبت نفسي واحاول اني ادي واحاول اني اعطي علشان اني العب اساسي ولكن قاعد نشوف نفس الروتين لما يرجعون لاعبين اساسيين ما احنا قاعدين نشوف لاعبين نهائيا لا بالشباب ولا اللاعبين اللي اثبتوا نفسهم فانا اعتقد للاسف المدربين مو قاعدين يشجعون ولا قاعدين يعطون فرصه لاغلب اللاعبين وهذه فرصه لك كمدرب اليوم اعطوهم فرصه بالمباريات الوديه اعطوا وديه بشنو بس لو اثبت نفسي بقى لو اثبت نفسي ترى راح يلعب منتخب راح ياخذ يعني هل يعقل اليوم لما نتكلم ليش تحكم عليها ابو سليمان عفوا خلينا في مدرب يبي خلينا نتكلم بالواقع خلينا نتكلم لاخر ثلاث سنوات بالتوقف بالدوري هل شفنا اليوم لاعب
جديد دش على الأندية؟ بلدش ال14 نادي يلا كاولز امس الاسبوع الاخير من منو؟ يوسف واجد انا ما اتكلم وصل منتخب انت تقول انه في لاعب دخل ولا ما دخل يا اخي محمد انا ما اتكلم عن موضوع الدوري انا اتكلم اثناء فتره التوقف لما يبدا الدوري من جديد هل انا اشوف لاعبين جدد يلعبوا يلعبوا مباريات تجريبيه واثبتوا نفسهم وسلامان ما يصير انت واخبر مني في مدرب اذا شاف لاعب يكسبه ما يلعبه تصير هذه عندنا بالكويت ما ادري انتم شايفينها يعني موجوده في بعض المدربين انا اذا شفت لاعب يكسبني ابراهيم في ابراهيم في عندنا بالكويت ابراهيم ما تكون بالطريقه هذه لا 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 اذا لاعب زين يثبت نفسه ابراهيم ما تكون بالطريقه لسبب لان انت بالسابق والجماعه يشوفون وعايشين الوضع كنا نشوفهم يجون حتى بالتمرين هي المدرب حتى بالتمرين اي مدرب المنتخب يشوفنا زين وابراهيم يشوف فانت الان ما يشوفك انت شلون تثبت له اذا انت ما قاعد تاخذ فرصه انك تلعب ولا قاعد يشوفك انا اشوف انا مو متاكد اذا المدرب اللي فات بنته او اللي قبله بس كان يروح التدريبات مو اللي فات يا بنته يا اللي قبله واحد منهم كان يروح التدريبات او شنو غزب سليمان غزب سليمان يعني انا لو لاعب قاعد العب مباراه تجريبيه واثبت نفسي ومستواي زين بيرد لاعب المنتخب من المنتخب بقعد احتياط يعني هذا المجهود اللي سويته كنا مو مسوي شيء على كلام سليمان سنه من السنين والله نسيت انا المدرب كان يدربنا كنا احنا مع فتره مع المنتخب انا وبشار ويعني والشباب كان معانا من نادي ساميه مع المنتخب ردينا المنتخب ابراهيم المدرب اللي كان موجود معانا مدرب نادي ساميه صدق ما يلعبنا انا وبشار لان لعب ناس في مباراه تجريبيه بالفتره هذه واثبتوا قعدنا برا تدري شنو متنا انا وبشار بس عشان نثبت نفسنا عشان نرد مره ثانيه ناخذ مكاننا والله قعدنا مباراه رسميه مو شو اللي اختلف الحين ما عاد انا اعتقد نفس الفكر جوده مدرب جوده لاعبين جوده لاعبين جوده لاعبين في شغله ثانيه في بعض المدربين يركز على 13 لاعب حتى لو انت قاعد على المدرج او قاعد تشوف المباراه بالتلفزيون تعرف من اللي راح يتبدل ومن اللي راح ينزل خلاص مركز على 13 لاعب او بالكثير 14 لاعب وهذا غلط وهذه هي بعض اللاعبين ما ياخذون فرصتهم سويد انعكست على الصغار احنا الصغار وانا قاعد اشوف بعض الانديه واروح احضر شك تشكيله ما تغير حتى بالصغار مراحل حتى بالصغار لانه بيرتاح هذا فريقي انا مؤسسه وما بي انا ادخل واتعب على شيء ثاني انا اشوف مشكله انتم لكم وجهه نظركم بس انا اشوف ان المدرب اذا شاف لاعب يعني فارق وصغير يعطيه المجال وياخذ صح وفي لاعب فارق وفي لاعب يبين لك جرأة المدرب وفي لاعب فارق مو موجود لاعب مجري مدرب مجري اي اقول لك لا انا فاهم فاهم افهم انه مدرب مدربين لكن معقوله يعني ابو سليمان يقول لك انت اخر اربع سنوات ما لقينا صح هذا الواقع ما عندك مواهب ابو ابراهيم انا مع ابو سليمان حتى بالاربع سنوات اللي طافت ما قلت لهم دائما على المدرب فقط حتى احنا كلاعبين ما قاعد يطور نفسه ولا تشوف اللاعب اللي يثبت نفسه تطورني يعني ما في لاعب تشوفه مثلا تقول والله هذا يستحق ان ياخذ مكان سويد هذا يستحق ياخذ مكان من اللي مدرب شنو دوره احنا عندنا مشكله في المراحل السنيه ابو ابراهيم شوف المراحل السنيه احنا دائما قبل احنا دائما الحين مراحل سنيه خلينا نقول مو 18 في 20 ابو سليمان المراحل السنيه الصغار التفكير لازم يتغير مو لازم انه لازم انا اخذ دوري ولازم انا اخذ ما يصير لازم اني انا اطور في المرحله هذا انا اطور لاعب احنا عندنا في المراحل السنيه هذه 11 لاعب فوز بس وشتت ما في تشوف ولا جمل تكتيكيه ولا تشوف في تطور باللعب ولا شيء بروح حق اخبار العصفوره عصفورتنا انت قاعد تاخرنا عشان تجيك الاخبار فاهرين وياك فالح ياك تليفون بس قبلها لازم ابو عذبي مدام تكلمنا عن كاظمه عندنا تقرير عن كاظمه اليوم تقرير عن كاظمه راضين علينا يا عجل الاسعد الشابي ترى السي في طيب متفائل بالمدرب يلا ان شاء الله ان شاء الله ودي ان شاء الله يودنا والله يلا شوف تقرير سالم مو بس المدرب حتى المحترفين اللي يابوهم بعد منو يا ابو في اثنين يا ابو كنا بس كابتن يوسف كملوا الخمسه يعني اي كابتن يوسف سيناريو مدرب كاظمه نفس سيناريو مدرب المنتخب اوبا في كل سنه انا ما ادري عنه والله ما عندي اقرا السي في ماله السي في ها اقرا السي في كل سنه متنقل كل سنه نادي مال المنتخب اعتقد ما حد يقاشه في عنده 6 أشهر ما بعد ما يكمل كاظمه نفس الشيء مو قاعد يكمل انا ما شفت روح على التقرير الحين خلينا نشوف ما شفنا الحين لو يمر علينا بالشارع ما نعرفه انت ادري قاري بس خلينا نشوف طلته البهيه حياه الله خلينا نشوف تقرير سالم الملا فترة توقف إيجابية للدوري الكويتي سنحت الفرصة للفرق لإعادة ترتيب أوراقها،
فريق كاظمة أحد أبرز الفرق التي تحركت بقوة في فترة التوقف الدولي من خلال العمل على إعادة توازن الفريق البرتغالي، حيث باشر مدربه التونسي الجديد لسعد الشابي تدريباته مع السفير بعد أن تعاقد معه مجلس إدارة النادي خلفا للمدرب الوطني محمد الدهليس الذي تقدم باستقالته مع الجهاز الإداري برئاسة الدكتور فايز النصار فور نهاية الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، حيث لم تكن نتائج ومستوى الفريق في الجولات الثلاثة الأولى على قدر طموح محبي الفريق. وجاء توقيع كاظمة مع المدرب التونسي سريعا للاستفادة من توقف الدوري ولما يحمله المدرب من سجلا زاخرا بالألقاب. أنا فرحان وأني اليوم في نادي كبير كما نادي كاظمة، تاريخ النادي شجعني باش نكون موجود هنا، يعني فريق كبير، فريق عنده تاريخ وعنده تتويجات كبار. أنا عندي فكرة باهية على كرة القدم الكويتية وتفرجت يعني في العديد من المباريات، وإن شاء الله يعني قدرة ربي يكون كل خير. شاهدت ثلاثة مباريات الأخيرة وإن شاء الله بإذن الله يعني نكون أحسن من المباريات اللي نهزموا فيهم مرتين. طموحي خاصة إلى ما يرضي جماهير النادي، وإن شاء الله يكون موسم حافز ويكون موسم فيه ألقاب. اللي ناقص هو أنه يسجل أكثر أهداف من اللي يقبلهم، إن شاء الله بقدرة ربي نخدمه باش نسجلوا الأهداف وباش يكون عنا دفاع حصين ما يخليش الفريق المنافس يسجل الأهداف. كل سنة الدوري الكويتي فيه منافسات، اليوم ربما في الدوري الكويتي قربوا برشا جمعيات أصبحوا كيف كيف من الفرق الكويسة. اليوم في البطولة الكويتية ينجم كل فريق يهزم الفريق الآخر. الكرة القدم تقدمت في الكويت وإن شاء الله إن شاء الله نشوفوا موسم كويس. بطبيعة الحال كي تبدأ زوز هزايم وانتصار ما تكونش فرحان، لكن مش فرحان باللاعبين، ربما مانيش فرحان بالأداء، لأن ساعة تكون فايز 4-1 ويرجع المنافس على 4-3 وتكون يعني اللاعبين يزموا يقوموا ويعرفوا أهمية المباريات الكل، يعني تكون فايز 4-1 لازم تحتفظ على النتيجة، وهذاك اللي باش نخدموا عليه من ناحية نفسانية ومن ناحية خاصة البدنية. الاجتماع متاعي يعني طلبت منهم باش يكون خاصة الروح القتالية تكون موجودة، حب الانتصار، يؤمنوا بنفسهم وأنهم من أحسن ما هو موجود اليوم في الكرة الكويتية، وأنا 100% عارف أنه الفريق باش يكون في مستوى جيد. يعمل الجهاز الفني والإداري الجديد برئاسة عمر الملة لملمة أوراق كاظمة المبعثرة وحل طلاسم وعقد الفريق خلال هذا التوقف والظهور بصورة مختلفة في الجولات القادمة من الدوري. الفريق الحمد لله مستقر من البداية، لكن ظروف استقالة الكابتن محمد هليس اللي نشكره على الفترة اللي طافت وهي اللي حددت أن نجيب مدرب جديد اللي هو الكابتن سعد الشابي اللي هو نتمنى له كل التوفيق إن شاء الله بالفترة الجاية. كابتن عنده سي في كبير وإدارة النادي اللي قعدت وشافت الوضع أن المدرب يصلح للفريق بالفترة القادمة إن شاء الله. هي ظروف الأمانة يعني ما توفقنا في الثلاث مباريات، يمكن مباراة السالمية أخذناها كنتيجة وقدمنا تقريبا مستوى في 35 دقيقة، لكن بعدها تغير الوضع. أتمنى الفترة الجاية إن شاء الله يكون في استقرار أكثر في الأداء وفي النتائج إن شاء الله ونقدم أفضل ما يكون إن شاء الله. المدرب عنده دراية كاملة في جميع ظروف الفريق الفترة السابق، شاف شطة المباريات، أعطينا نبذة كاملة عن الفريق وعن اللاعبين وإن شاء الله أنه قادر نغير شيء بالفريق. أكثر الفرق استفادة من التوقف الحالي نادي كاظمة اللي هو مع مدرب جديد وعودة اللاعبين المصابين وتعاقد مع محترف جديد، هذا تفيد الفريق بإذن الله إن شاء الله. تفيد الجهاز الجديد بعد الإداري بإذن الله. الجهاز الإداري تقريبا شبه استقرار، الكابتن يوسف عمر الملا عضو مجلس إدارة ومتابع الفريق من الموسم السابق ومع الفريق يعني بكل شيء. يعني بالنسبة حق ثلاث جولات الحمد لله ما طلعنا بالشكل المطلوب، في بعض المشاكل اللاعبين أو شيء، والحمد لله الحين قادرين مع المدرب الجديد ان شاء الله راح نبدا بدايه جديده، ان شاء الله نكون قادرين وراح ننافس ان شاء الله على الدوري ان شاء الله وعلى كل المسابقات.
مشكور يا سالم على هالتقرير. اخونا علي ملا الخطيب اشكرك على الرساله هذه، يقول يا ابو ابراهيم صح حق ابو عذبي حق موضوع كاظمه، كاظمه لعب مباراه الوديه مع السالميه بقياده مدرب لياقه. غلطه ما اسفين. لا هي مو الغلطه، لانه غلطني ابو عذبي. انا قلت معلومه صحيحه وقال لا اي غلط اسفين. يعني ابو ابراهيم قال اول تدريب الا العصفور. اول تدريب اول تدريب احنا تكلمنا عن اول تدريب. العموم احنا شفنا المدرب الحين، سمعنا تصريحاته، يعني واضح انه ايجابي وواقعي، يعني يتكلم عن المشاكل اللي ممكن يواجهها الفريق وانه قاعد يحاول انه بيشتغل في كلمة عليها. في كلمه قالها مهمه حتى حق اللاعبين، انه يثبتون داخل الملعب وتثبتون ان انتم كلاعبين زينين وقادرين تسوون شيء، ولازم تكون عندكم روح الفوز. هذه كلمه جدا مهمه حق اللاعبين نفسهم داخل الملعب، انها توصل، لازم انها تنقال. بس شلون لازم يوصلها للاعب؟ بالاجتماع يوصلها لهم. لا غير طريقه الكلام، ممكن من خلال حتى اختيارات طريقه لعبه والاختيار والخطه اللي يسويها، حتى يخلي تنافس بين اللاعبين اثناء شرحه للخطه، حتى اثناء وقت التمارين. المدرب الجديد ابو عذبي، انا ما اتكلم بس عن الشابي، انا اتكلم عن بشكل عام. لما مدرب جديد اول تدريب تدريبين، انتم كلاعبين، خلينا نتكلم صراحه، اللاعبين الخبره يبين، تشوفون وضعه، يقيسون مايته، يبين من تمارينه ويبين في بعض المدربين الحريص على الفريق اي خطا يوقف ويشرح حق اللاعب ويعيده. يفرق وياكم انتم كلاعب، المدرب اللي يصير بالطريقه هذه شديد وحريص، يكون يعني عنده فكر. ابراهيم اخطر شيء اذا مدرب جديد، خاصه اذا كان ذكي وانه ما يخليك يبين ان انا جاي ابي نفس المجموعه السابقه. يعني انا الحين عندي 24 لاعب، ما اعرفكم إيه. تنافسوا اعطوني ال 12 لاعب الاول هذه دائما اول مدرب، لانك حتى لو انك احتياط خلاص انا ابي اثبت حق هذا المدرب ما صح يعرفني. صح عكس السابق اللي عارف، فيكون خطر انه يحط نفس المجموعه ونفس الوجوه ويركز عليه، فهذا يكون قاعد يعني يخق اللاعب اللي يبي يقتل طموحك. فهني هذه ممكن بس اللاعبين يستغلون، يعني اللاعب الكويتي ذكي، ما هو لاعب سهل، يجلس النبض. نعم. يشوف يتاخر يشوف فهذه موجوده، يتمرن تمرين قوي يشوف رده فعل المدرب، هذه موجوده خاصه باول تدريب. اذا شاف المدرب على وضع المدرب السابق يقعد يكمل. وعندنا لاعبين اقوى من المدرب، تصير هذه بالكويت، لازم المدرب يفرض شخصيته من البدايه، يفرض شخصيته. فعندنا احنا بعض المرات ابراهيم بالنسبه لنا المدرب اقوى من اللاعب، الاداري او مجلس الاداره هو اللي يخرب اللاعب على المدرب. صحيح. هو اللي يخلي اللاعب قوي على المدرب. يعني حتى المدرب يكون مثلا يكون جديد، بعض المرات الاداري مثلا يقول مثلا اداري يكلم المدرب مثلا ابو ابراهيم لا مثلا تعامله شيء، في بعض المرات الاداريين هم اللي يخربون اللاعب. ممكن الاداري بعد يدخل الموضوع. بس يعني الاخوان من يعني صوب افريقيا، تونس، المغرب، الجزائر، مدربين انا اقصد، معروفين بشخصياتهم على الاقل اللي مروا علينا، لهم شخصيه يعني ثقيله تصير على اللاعب، يعني ما تصيده، ما يجامل. واللاعب الحريص بالتمرين هو اللي يفرض نفسه في المباراه بالتشكيله الاساسيه. هذه المفروض على جميع المدربين. صحيح. انا اقصد الجماعه المدربين اخواننا من تونس والمغرب والجزائر، عندهم الشده شوي. خوفك انت هذه الشده تكون في البدايه بس، وبعدين ممكن يتغير. وحصلت مع مدربين، في بعض المدربين يقول لك ابو ابراهيم اذا انا دخلت الملعب وانت دخلت وراي ما ادش، يكون شديد من البدايه. وخاصه المدرب الجديد ابو ابراهيم يغير لك السيستم القديم كله، يحط نظامه هو، ولازم انت كلاعب تمشي على هذا النظام، وممكن مع الوقت اللاعب يتحكم بالموضوع، يعتمد على المدرب اذا حافظ على شخصيته من البدايه ومشي عليها. وعاد منو مدرب ما يملك شخصيه او اللاعبين تحكموا فيه بمسيرتك في بالنادي؟ لاعبين تحكموا فيه ممكن فرماني. فرماني اتوقع فرماني بس مع انه شوف، مع انه مخه نظيف، وهو المدرب الوحيد اللي فزنا في بطولتين ورا بعض. هذا اللاعبين متحكمين فيه كذي، بس انه مو قوي الشخصيه، بس خليت بطولتين دوري، تحكمهم زين انتم. قلت لك مخه نظيف زين، بس شلون يتحكمون فيه؟ شو اللي تقصده؟ التشكيل مثلا؟ يعني بالتمرين ما تعطي، هو يشوف عادي
يعني ما يعاقب اللاعب وقت التمرين اذا ما شافك والله اديت التمرين تضحك او شغله يعاقبك في بعض المدربين ويقول لك اطلع برا يعاقبك هو لا هذا ترى فرماني والله انا صدمتني بالاسم لان ترى فرماني بامريكا وفي مدرب درب بيلي لا اسمع درب بيلي ودرب بيكنباور قدرتوا عليه فرماني اي فرماني بامريكا نهايات شوف وفي مدرب الماني بعد القاضي سيطروا عليه اللاعب الكويتي يقلب على كل واحد وفي مدرب الماني بعد نفس الشيء وفي مدرب الماني بعد نفس الشيء نفس الطريقه كاظمه تحكمتوا فيك اللاعبين مو تتحكم كقوه شخصيه يعني لا ما اتكلم قوه شخصيه انا باللاعب تحكم فيه شنو تقصد في تحكم يعني شنو يعني التمرين مثلا ما نبي هالتمرين لا ما توصل لا كذي ما توصل زين توصل لما يحطون التشكيله لاعب لاعبين مهم مين بس مو مختارهم لا اخوي محمد يروحون يكلمون نبيهم لا لا مو كذي لا مو كذي لا لا شوف في بعض المدربين يجي حق بعض اللاعبين يقول له مثلا ايش رايك بالتشكيله هذه هذا شيء طبيعي ياخذ رايه خاصه الكابتن الفريق لا 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 في بعض هذا ايش رايك بالتشكيله البونافسكي كان يسويها البونافسكي كان معنا ينادينا واحد واحد او ينادينا اثنين اثنين قبل المباراه يقول لك حط التشكيله حط التشكيله اللي انت تشوفه اي يسمع من اللي يسمع من كابتن اللي يسمع من الكابتن يسمع بالاخير القرار بس هذه مقبوله يعني لها نظره ثانيه لكن انا حاط تشكيله وناديك وال سليمان ايش رايك بالتشكيله هذه مو حاط تشكيله لا بعض المرات ابراهيم لا مالت لبنفسكي مفهوم لا بعض المدربين يستانسون بالاراء مو شرط انه ياخذ مو شرط انه ياخذ بعدين المساله ما هي قلل من شخصيته قدام اللاعب اللي ناديه لا 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 بالعكس بعدين المساله ما هي مساله اليوم الشده بالعقاب اليوم التعامل مع الخطا انت اليوم كمدرب لازم تكون ذكي تعرف التعامل مع الخطأ اللي قدامك لأنك أنت تتعامل اليوم مع 30 لاعب و30 لاعب كل واحد ذلك الأمر الآخر أخي محمد اليوم أنا ردي على كاظمة تفضل أنا أتكلم اليوم عن كاظمة لأن قبل التقرير إحنا بلشنا بالمدرب بشكل سريع على السي في اللي يملكه إحنا اليوم خلنا نتكلم عن كاظمة على سبيل المثال تعطيني السي في أول شيء إن شاء الله يعني لأن شوف من قبل التقرير أنت قلت أن هذا شوف أخي محمد يعني شوف أخي محمد ما هو السي في الطيب يعني أنا اليوم بالنسبة للمدرب طبعا يعني لما انا اشوف اليوم مدرب وانا اعطيت مثال حق كابتن صالح بس ما تحت الهواء 2017 2018 2019 2021 22 و23 زين هذا مدرب ما في استقرار انت تقصد هذه السنوات شنو السنوات هذه شنو ست سنوات كل ما كل سنه مع نادي ست انديه واحد لا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبع انديه الله ست سنوات سبع انديه هذا يعطيني انطباع ايضا انه في خطا او فعل اليوم ما نبي نتكلم عن الامور نتمنى التوفيق لنادي كاظمة ولكن احنا اليوم ما يخالف يعني خلينا نوصل الى قناعه احنا لمتى اليوم نبلوم ايضا مجالس الادارات مره نلوم كاظمة مره السالميه ومره كاظمة زين انت اليوم كلاعب قاعد تاخذ تفرغ وقاعد تاخذ عقود والله يزيدكم ان شاء الله وقاعد تاخذ رواتب احتراف زين ما يصير اليوم كل والله نبريك انت كلاعب وين مستواك وين ادائك احنا اليوم نتكلم والله نقول ما في تفرغ واللاعب مظلوم انت اليوم مو مظلوم يا اخي طور نفسك حافظ على نفسك حتى والمدرب نوعا ما سيء يا اخي انت تعمل شيء بالملعب اذا بتكلم عن نادي كاظمة اليوم في ست او سبع نجوم ونجوم يمكن بلاعبين بالمنتخب او كان عندهم خبرات خبرتك وينها في الخبره اليوم مو معناها انه والله اني العب 20 سنه بالنادي يا اخي انت اليوم كلاعب طور نفسك لاعبين القادسيه لاعبين السالميه لاعبين العربي يا اخي اقعدوا بينكم بين نفسكم ما يصير كل يوم اللوم الاداره اللوم الاداره اللوم الاداره بس الاداره والمدرب يعني هم منع فيه لا دور مهم على اللاعب مهم نعم ولكن في بعض الأحيان بعض اللاعبين خارج الملعب تكاتفهم وتجمعهم وتشجيعهم البعض يمكن يطغون على تعليمات بس أنا أقصد بعض مرات تلوم المدرب تلوم المدرب على تكتيك معين على تبديل على خطة معين على تبديل معين بس أنا ما لوم المدرب لما وائل سليمان لاعب زين وما يلعب زين ما لعب خمسة مباريات ونفس مكانه قاعد يلعب ونفس كل شيء مو غير مكانه تقول والله المدرب مو زين زين أنت برز نفسك طور نفسك لا اكيد في دور مهم على المدرب قبل لا نروح تقريرنا الثاني الموضوع السعر احنا وايد خذ حاصل احد الاخوان يقول غير صحيح ان مبلغ النصر كان 30 مليون فقط عرض النصر كان 92 مليون ريال الفرق احنا قلنا عرض قريب ل 105 مليون اعاره السنه لمصعب الجوير للشباب احنا ما قلنا انه 30 مليون قلنا فرق تقريبا ب 30 مليون هذا فقط للتوضيح واذا انقالت الكلمه بطريقه الخطا لكن احنا المعلومه ان شاء الله نملكها الاخوان بلشوا نصر وهلال لا تدخلونا في هذه المعمعه
احنا نهائيا محبين الهلال، محبين للنصر، احنا محبين اهل جدة، اتحاد، اتفاق، جميع الاندية الشباب، اي والله يعني احنا محبين للجميع ان شاء الله. برنامج بالسنتر، لكن الحدث كان يخص نادي الهلال، فرحنا لنادي الهلال ودخلوا يا موضوع النصر لان اللاعب يخص الفريق، فارجوكم يعني احنا كلش مو بحسبة مع نادي ضد نادي. ابو حسين يقول يبا نبي اخبار الازرق وناطرين الخميس على حرم الجمر ويلا وتوكل يا الازرق على الله. لا ان شاء الله نوديكم الى اخبار الازرق. وقبل الاخبار عندنا تقرير قبل ان نتكلم. عدل التقرير جاهز؟ تدريب منتخبنا الوطني لكرة القدم نشوفه من خلال هالتقرير. يخوض منتخبنا الوطني مساء اليوم الاثنين حصته التدريبية الأخيرة قبل السفر إلى العاصمة الأردنية عمان غدا الثلاثاء، استعدادا لمواجهة شقيقه الأردني في انطلاق الجولة الأولى من المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. الأزرق أتم أسبوعا كاملا في مدينة دبي الإماراتية وسط تركيز وأجواء إيجابية انعكست على الأجهزة الفنية والإدارية لما شاهدوه من التزام وتنافس واضح بين اللاعبين لنيل ثقة المدرب الأرجنتيني الجديد خوان بيتي ولإرضاء الجماهير الكبيرة. التشكيلة المكونة من 25 رجلاً استثمروا المعسكر للتركيز على تعزيز الروح الجماعية في الفريق ودعم الأحد عشر لاعباً الذين سينزلون للميدان دفاعاً عن شعار المنتخب الوطني ولونه الأزرق مهما كانت الأسماء والمراكز. الأرجنتيني خوان بيتي حرص على عدم الكشف عن تشكيلته الأساسية متيحاً الفرصة لجميع اللاعبين لإثبات أنفسهم خلال المعسكر وقبل انطلاق المباراة الأولى من رحلة التصفيات الطويلة، بالإضافة لاستثمار عامل الغموض لدى المنافسين. ومن المنتظر أن يخوض منتخبنا الوطني بعد وصوله إلى الأردن حصتين تدريبيتين قبل المباراة، بالإضافة لعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمدرب الأرجنتيني خوان بيتي يوم الأربعاء المقبل. الله يوفق منتخبنا والايام والله قاعد تمشي. يعني احنا الاسبوع اللي فات الاحد اللي فات كنا نقول اسبوعين ولسه الوقت جاهزين ان شاء الله. جاهزين ان شاء الله ان شاء الله جاهزين ان شاء الله. بس نذكر بخبر مهم من مصادرنا. يوم الخميس اللي فات كانت هناك مباراه وديه لمنتخبنا الوطني مع احد الفرق الاماراتيه. خلال هذه المباراه طبعا مدربنا شرك جميع اللاعبين، الشوط الأول تشكيلة، الشوط الثاني تشكيلة كاملة، ما عدا سلمان عبد الغفور كان الحارس في الشوطين، يعني ثبت ما بدل حراس المرمى. بالإضافة إلى سلمان العوضي عنده إصابة بالضامة فما حب إنه يشاركه وإنه يضغط عليه، فيعني سلمان العوضي يمكن اللاعب الوحيد اللي ما لعب هذه المباراة. شو اللي صار في المباراة؟ طبعاً منتخبنا فاز بثلاث أهداف مقابل هدف. الهدف الأول يوسف ناصر، الهدف الثاني فيصل زايد ركلة جزاء، الهدف الثالث ونسني صراحة الهدف الثالث سجله يوسف ماجد القادم الجديد لمنتخبنا، وشيء جميل انه اخذ فرصته انه يشارك في المباراة. فوق انه شارك في المباراة يسجل الهدف والله شيء يشرح الصدر. ما اقصد حق التصفيات، لا لا، انا قاعد افكر بيوسف ماجد لاعب ان شاء الله حق المستقبل. فالولد الجريء وأشادوا بالهدف اللي سجله، إنه هدف أيضا هدف جميل. بناصر فيه اختراق الهدف ودخل بين المدافعين، يعني كانت فيه هدف جميل حسب ما وصل. فهذه المباراة الودية كانت يوم الخميس اللي فات، صحيح في علامة استفهام عليها ليش ما تم الإعلان عنها، فضلوا أن تكون سرية. طيب كانت سرية وقمتوا هذه المباراة، كان حطيتوا بحسابكم أنه والله كانت عندنا مباراة مثلا اليوم انتهت مباراة منتخبنا الوطني؟ يعني هذه تساؤلات. الإجابة عند الإخوان بالاتحاد، أنا ما أملك الإجابة ليش ما مثلا ما تم وضعها بالحساب. المهم أن تأكدنا، لأن سمعنا بعض وكالات الإخبارية في تويتر اللي يقول اليوم كأن منتخبنا لعب، لا منتخبنا ما لعب فحبيت هاي بالمعلومة الأكيدة، لا منتخبنا لعب ومثل ما قلنا تفاصيل المباراة. يوم الأثنين
اعتقد اخر تدريب عدل يوم الاثنين اخر تدريب، لان الثلاثاء ان شاء الله منتخبنا راح يسافر الى عمان يوم الثلاثاء لمباراه يوم الخميس. ابو سليمان ابدي معاك، ابدي وياك بالمباراه الوديه. الاشياء اللي سمعتها، المعلومات اللي وصلتني مبشره عاديه؟ انا كان يعني رايي ان حتى لو كان في مباراه ما راح يعني تودي وراح تجي. بعتقد المدرب راح تكون الصوره عنده واضحه من الثلاث جولات. نعم في بعض اللاعبين ما لعبوا، شيء طبيعي انه راح يجربهم. بالنسبه للسريه انا وياك انه المفروض انك انت اليوم تعلن جميع المنتخبات اللي راح تلعب يوم الخميس، اعلنت عن مشاركاتها ومبارياتها الوديه والنتائج. مع انه سريه مبارياتهم اغلبهم مسكر، انا اقصد مو سريه يعني. لا بس يعني كان الخبر واضح، بس كان الخبر واضح انه والله خسرنا او فزنا وكذا، ولكن بالاخير يمكن سياسه مدرب، ولو اني انا ما ايد هذه السياسات السريه لان كل شيء مكشوف. منتخب الكويت اعتقد والدوري وكل اللاعبين اعتقد موجودين ان شاء الله. يعني انا بالنسبه لي متفائل ان شاء الله انها بدايه خير تكون، خاصه لما يمكن ما يكون في ضغط على اللاعبين، ما يكون في ضغط على المدرب، ما يكون في ضغط حتى على الاخوان بالاتحاد. اعتقد يعني الامر بالنسبه للمباراه ان شاء الله باذن الله تعالى الموضوع حتى هاللحظه سلس. اي سلس عدل صالح. نعم. يعني الموضوع يعني خلينا نقول الضغوطات على اللاعبين الامور انا اشوفهم مبتعدين عن الضغوطات. صح ابراهيم، لو برد حتى حق المباراه ابراهيم، يعني اعتقد حتى المدرب لما لعب المباراه هذه ما راح يعتقد يعني من الظلم اني راح يتوقف على مستوى اللاعبين في مباراه واحده. فزت خسرت مباراه وديه ما هي مهمه انك تفوز ولا تخسر، انت المهم انك تشوف مستوى لاعبينك. يعني انا ايد انك تلعب مباريات وديه كثيره، انا اعتبر المدرب ما نقدر نحكم عليه لانه ما عنده فتشه، ما عنده فتشه يعني. يا الدوري شاف ثلاث جولات انا اقول لك يعني لو انا مدرب والله راح يعني احتار انقي منه حق اللاعبين المنتخب، لانه ما حد ظهر في المستوى اللي يليقنا يعني يكون لا يلعب للمنتخب، سواء يمكن من سوء الاحوال الجويه كانت موجوده، وهذا شيء طبيعي يعني انت في اول جولات حتى في اجواء جميله انك ما يكون لاعب في مستوى الطبيعي. انت بس المباراه التجريبيه ما يطبق فيها افكار. انا اعتبر المباراه التجريبيه كانت تكون افضل من تطبق على تقسيمه. إيه؟ على تكون على الاقل في مباراه منافسه يعني. صح على الاقل تطبق فيها افكار. والزين فيها انه اعطى يعني اعطى اللاعبين الكل يعني اعطاهم مثلا فرصه، وانا كنت اتمنى حتى الحراس يعني الله لا يقول سلمان عبد الغفور يصاب عندك قبل المباراه او مثلا يوم المباراه. انت ما دام اعطيت شركه اللاعبين كلهم ايضا حتى الحراس لو تلعب الاساس مثلا اذا كان ببالك سمع عبد الغفور تلعبه شوط كامل والحراس الثاني تلعبهم يعني نص بنص بالجيم الثاني يعني تعطيهم على الاقل فرصه يدشون اجواء المباريات، مع ان كلهم لاعبين مباريات منتخب سواء عبد الرحمن كميل او الحوشان. لكن المباراه هي مهمه للمدرب، مهمه للاعبين، على الاقل لو يوقف اشياء بسيطه مسات بسيطه يطبق فيها في مباراه تجريبيه. لان خطره إن انا يعني احترم راي ابو سليمان انه يعني ما لها معنى المباراه الوديه بما معناه اللي ذكره، بس يعني انا مدرب جديد ومع اللاعبين اول مره يعني لازم اطبق عليهم شويه افكار. انا ايش قلت لك ابو ابراهيم؟ شوف لما تطبق انت افكار صعب انك تطبق افكار مباراه واحده وتشارك 11 ب11. انا لما اطبق افكار خلاص لما اعطي انا فرصه حق اللاعبين مثلا مباراه ثلاث مباريات اربع مباريات العب جميع اللاعبين ذيك الساعه انا اركز على 16 لاعب 17 لاعب هذا اللي اطبق هذا اللي اطبق عليهم افكاري خلاص بقول لاعبين ثانيين يشوفون الافكار هذه. زين هل فتره ابو ناصر هل فتره ان شرك فريق بالشوط الاول فريق بالشوط الثاني ان المدرب يعني تعطيني اني استنتج ان المدرب حتى اللحظه ما استقر على تشكيل؟ طبعا هو اكيد ما استقر لانه هو ما شاف هذه نقطه اللي يشوفها بالملعب. النقطه الثانيه وهي الاهم، احنا الان سياسه الاتحاد خلال فتره يعني موسمين اللي هي عدم معلومات ما ينكشف شيء، حقهم هاي سياستهم، يمكن تنجح يمكن ما تنجح هذا حقهم. احنا عندنا الملعب بكره، عندنا النتائج اللي راح تكون بالبطوله. يمكن انت تنجح بالخطه اللي انت سويتها الان بعدم وجود اي اعلام معاك او عدم اعلام الناس بالاحداث اللي قاعد تحصل بالاتحاد، مع انه بالسابق كان يطلعون صحفيين يطلعون قنوات ويا الفرق. لا بس بطوله يعني قصدي معسكر ما في. لا احنا نتكلم بالسابق غض النظر، احنا نتكلم معسكر لازم كان في كان يطلع معنا وفد صحفي يطلع معك وفد اعلامي يطلع معك وفد اعلامي وصحفي بكل المعسكرات. انا اعتقد على الاقل بالعشرين سنه اللي فاتت ما في لا المعسكر الاخيره السنوات الاخيره اللي قاعد يسوون سياسه ممكن يكونوا صح كيفهم هم هو بدام انه مسك الاداره لحق انه يحط سياسته. لكن يعني شوف هذا بعد
مع التطور اللي احنا الحالي اللي هو السوشيال ميديا. يعني لو كان هذا فاتحه مسوي السوشيال ميديا يمكن كان العالم بس عينها على اللاعبين ولا جهاز التليفون هذا ابو ناصر انقلت المباراه وهو قاعد بروحه ينقل المباراه. فانا شفت من ظلموا فيها صراحه اللاعبين مع السوشيال ميديا ما قاعد تجيهم اي اخبار. فانت ضد فكره التجثيم الاعلام؟ مو انا مو ضد، يمكن ينجح، يمكن ينجح. لا بس انت فكرة الان ما قاعد ينجح. نتائج تحكم نتائج. انت لو سويت التكميم الاعلامي هذا اللي قاعد يصير وتجيب بطولة كان أصفق لك وأقول لك ناجح. مو التكميم، التكميم التكميم حق معدل. فإذا سويته ونجحت بالبطولة أو نجحت في النتائج معناه أنك أنت ناجح. أنا أهم شيء عندي المحصلة، أنت عندك فكر يمكن فكرك هذا مقتنع فيه وتبي تسوي سياسته بحكم أنك أنا أرد وأقول على الأفكار اللي سواها اللي شرك اللاعبين هذه طبيعي لأنه ما عنده لعبات. طبيعي ما عنده لا لعبه واحده، يعني لو عندك هذا لعبه كان يمكن لعب يعني كان ركز اكثر. صح صح عرفت؟ لكن لعبه ويبي يشوف ما في وقت. ما عنده لعبه باكر اخر يشوف من الظلم انك تحكم على اللاعبين من لعبه واحده. عرفت شلون؟ هو 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 يعني حد سيف مثل ما يقولون، يعني هو عنده الان وقت محدد واحنا كلنا كجماهير ناطرين النتائج. بعد خلوه بالجانب الهجومي لما اشوف يوسف ناصر يسجل، صح مباراة ودية بس يوسف ناصر سجل، القادم الجديد يوسف ماجد سجل، شيء جيد حق المهاجم. انتم لما يعني تلعب مباراة ودية قبل مباراة مهمة وتسجل فيها تعطيك يعني يوسف ناصر خبرة بس يوم سجل يعني والله الاخ يبلغني انه والله يوسف ناصر سجل فرحت حق يوسف ناصر، يعني مباراة ودية بس تبيهم العلاقة مع الشباك احنا قبل نسميها يعني. شوف حتى اللاعب المهاجم حتى بالتمرين لما يسجل يستانس وانه يرتاح، حتى المدرب لما يشوف، حتى اللاعبين اللي معاه لما يشوفونه قاعد يسجل هم يرتاحون لان عندهم لاعب اللي ينهي لهم الهجمه. وهذا شيء زين. لما اشوف يوسف ناصر يسجل مو بس انه يسجل، انه يتحرك صح داخل الملعب، مو بس انه انا اسجل، انه افتح مجال حق اللاعبين الثانيين يسجلون. بس المشكله الثانيه شنو هي ابو ابراهيم؟ انه لازم خط النص يسجل. إذا أنا كمهاجم مراقب من اللي راح يقوم؟ لازم تذكر أول لما تكلمنا عن المدرب اللي هو المدرب الجديد. إيه لما تكلم عن أول ما يبغى إيش قلت لك؟ أنا قلت لك لازم يكون عنده ثقة في اللاعبين المدرب. ما نبي نلعب الطريقة اللي هي الدفاعية ونلعب على المرتدة. أنت الحين فتحت الكلام مهاجمين، إذا أنا عندي مهاجمين يسجلون ليش ألعب كدفاع؟ ولازم اعطي ثقه حق اللاعبين خط النص يكملون مع المهاجمين انه يسجلون، وعندنا لاعبين خط النص يسجلون مع انديتهم. اغلب المسجلين اعتقد في احصائيه انا مرت علي، اغلب المسجلين يعني خط النص عندنا المفروض زايد احد المضيفين المفروض المفروض انه يساعدون المهاجمين انه ويسجلون. في شغله من ساعه تكلمت عنها بخصوص المدرب لمباراه تجريبيه، انا بصراحه ارتحت ان لعب مباراه تجريبيه مع ان كان في تصريح ان ما في اي مباراه تجريبيه قبل لعبه الاردن. يمكن تذكر ابو ابراهيم المباراه التجريبيه هذه زينه حق اللاعب وزينه حق الاداري وزينه حتى حق المدرب. انا كمدرب جديد على الفريق عندي خطه او سيستم بسويه في على هذا الفريق او على هذول اللاعبين. انا برايي ان اعطاهم طريقه في الشوط الاول يبي يشوفهم هل هم قادرين يطبقون الطريقه اللي هو يبيها؟ ايه وهذا شيء مهم. انا في بالي في طريقه كمدرب العب اللاعبين في الشوط الاول واعطيهم هذه الطريقه، اذا شفتهم طبقوها تمام اوكي اغير والعب في الصف الثاني. هو مرتاح المدرب للوديه مرتاح. اللي انا سمعته والمعلومه وصلت لي الكل مرتاح من هذا المعسكر ان شاء الله، والفريق انه جاهز حق المباريات الجايه. يعني هذا الكلام اللي وصلني. انت والله يا جماعه يعني انت بس لو الواحد يقدر قيمه هالمباراه شنو ممكن تحقق من وراها. يعني شوف اخوي محمد او المباراتين اخوي محمد يعني شوف جوله هذه ممكن تدخلك يعني التاريخ. بس يعني احنا نطالب توصل كاس عالم، احنا نطالب مباراه تجريبيه. اي احنا نطالب مباراه تجريبيه، الكل طالب الغالب. صح صح اوكي. انا المباراه التجريبيه يا اني العبها استفيد منها او اني ما العب. انا اليوم امام مباراه امام الاردن وامام العراق العب بالتشكيله الاساسيه
بالمباراه المباراه هذه اللاعبين اللاعبين عفوا هل سالت انا ابو سليمان هل هو مستقر للحين؟ اللاعبين اللي انا بطبق عليهم طريقتي خليني العب العب معهم ولا العب 11 شوط و11 اللي وراه شوط انه مو مستقر معناها مو مستقر معناها ما منها فائده اساسا يجب اني انا اليوم اطبق التشكيله واعطيهم على الاقل نوعا ما لو 5% من الطريقه اللي انا بلعب فيها يكون بس بس لما نرجع حق ظروف المدرب والفتره الزمنيه القصيره اللي وصل فيها صعب جدا نختار التشكيله يعني من 4 تدريبات او 5 تدريبات 5 حصص يعني انا ما راح اختار تشكيله على المباراه عندك طريقتين يا انك تلعب التشكيله الاساسيه او تلعب اللاعبين اللي ما شاركوا بالدوري شنو الاسلم عشان تشوف انا اشوف تشكيله اساسيه تشكيله اساسيه يعني لا تدخل عناصر في مثل هالمباريات تشكيله اساسيه والتغييرات محدوده كانها مباراه الاردن والتغييرات تكون محدودة. لا تقصد المباراه الوديه لا انا اقصد الاسلم حق مباراه الاردن أني ألعب تشكيلة أساسية. تشكيلة أساسية. تشكيلة أساسية. علي السلمان ذكرت المصورنا الجميل علي السلمان كان حاط بس أنا قلت لك لاعبين نص سجلوا أكثر شيء. أنت تقول. قلت لك مسلمان لا وين؟ شوف أرقام اللاعبين خط الدفاع سجلوا هدفين وصنعوا هدف خلال 3 جولات بالدوري بس خلال. الدوري أنت. كم هذا؟ الدفاع سجلوا 2. اللي بالمنتخب ولا؟ اللي موجودين بالمنتخب. اللاعبين الموجودين بالمنتخب سجلوا بس 3 جولات يعني سجلوا مع انديتهم يعني سجلوا مع انديتهم 2 وصنعوا هدف خط الدفاع خط الوسط سجل 1 وصنعوا 2 خط الهجوم سجل 7 وصنعوا 2 ماكو شيء المجموع تم تسجيل 10 اهداف لاعبين المنتخب اللي تم اختيارهم سجلين 10 اهداف بالدوري وصنعوا 5 خلال 3 جولات بالدوري مشكور يا علي السلمان وانا اعتقد هذه يعني احصائيه جدا مهمه ودقيقه لما نتكلم عن كم المجموع الدوري 3 جولات عندك يا اكيد سليمان 56 هدف 16 لاعب محليين 16 لاعب محليين يعني 16 هدف لا سجلوا لاعبين 40 16 هدف لاعبين محليين 40 محترفين هنا المجموع لاعبين المنتخب اللي سجلوا 10 اهداف اللي تم تسجيله من مجموع اللاعبين الدفاع والوسط والهجوم وخمسة صناعة والله يعني إحصائية ممتازة علي مشكلة لا إحصائية ممتازة حتى حاط لنا اللاعبين المشاركين والغير مشاركين أشكرك عليها يا أخوي علي خط النص شفتها 3 لعبات ثلاث جولات ولو خط الوسط سجل هدف واحد وصنعوا هدفين المفروض خط الوسط ببراهيم في مباراة واحدة يصنع لك 5-6 هجمات المفروض مو صناعة هدف صناعة هدف أقول لك مو سجل المفروض في كل مباراة يصنع 5 أهداف المفروض لاعب النص لا لأن نذكر بس عشان لا أحد يأخذها هي الإحصائية على تسجيل الهدف وليس صناعة الهجم المفروض يصنع لك إنزين شنو عندنا تقارير عندنا تقرير يا كباتن إيه من ضمن المنتخب موضوع الجماهير بس خلنا ناخذ بعض التغريدات أحد الأخوان يقول قائمة المنتخب العراقي النهائية اللي راح تواجه منتخب الكويت ضمت 15 لاعب محترف أبرزهم علي الحمادي في الدوري الإنجليزي وعلي جاسم في الدوري الإيطالي وزيدان إقبال إحنا أول شيء خلص من الأردن بعدين بالسنتر إيه لا هذا إنه ان بعثوا القائمه هذا شيء طبيعي حياهم الله حيا الله الجميع حياهم الله ما صحت فوز منتخبنا على خورفكان 3-1 لا مو خورفكان عندي الاسم يا اخوي عبد الله مو خورفكان اعتقد فريق الخليج فريق جلف هذا الفريق اللي جلف يونايتد يعني هذا الفريق اللي واجه منتخبنا نبي الاخبار ايام ما كنت لاعب قد ساوي مدريدي ان شاء الله باخذ تغريداتك زين هذه بعض التغريدات خل نروح على شنو التغرير هو جمهور الازرق رابطه الازرق رابطه الازرق الموج الازرق والموج الازرق وعد والله خل نشوف ما دام تقرير في جمهورنا خل نشوف شوفها مع بعض في بادرة ليست بقريبة على جماهير الكرة الكويتية الداعمة لمنتخباتنا الوطنية وجه جروب الموج الأزرق الدعوة للجماهير المحلية لدعم منتخبنا الوطني لكرة القدم في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 بدعم معنوي وتشجيعي من الاتحاد الكويتي لكرة القدم صورنا بعض الفيديوهات لنوع من حملة
بما أن يعني نشوف أنه في هدوء ماكو، مو متعودين الأزرق عنده تصفيات مهمة أو بطولة مهمة، تصفيات كأس العالم النهائية بعد. وهذه مبادرة من الشباب، وهدفنا واحد اللي هو نطور المدرج الكويتي ونونس الجماهير الكويتية، مثل بنرات، تيفوهات، توزيع أعلام، استيكرات الأطفال. وهذه يعني أكون صادق فيها، أنا أعلمت فيها بالسوشيال ميديا زين، ولقيت وايد شباب مبادرين حابين الفكرة ودخلوا معي بنفس الجروب. أنا يعني على قولتهم عود من حزمة، واليوم شفت المسج اللي دعوني إياه أخواني من التيك توك، وللأمانة ما تردد ثانية واحدة أني أشارك وياهم، وإن شاء الله أن الأعداد تزيد. عمل تطوعي، وكلنا طبعا مع منتخبنا وناسين كل اللي صار بالسنين اللي طافت، ومركزين فقط اليوم على هدفنا الأول والأخير اللي هو أن نشجع فقط المنتخب. مبادرة شبابية تطوعية تهدف لتوحيد جهود جماهير الأزرق في دعم منتخبنا الوطني من خلال توحيد الأهازيج والشيلات داخل وخارج المستطيل الأخضر. الخميس الجاي مباراتنا مع المنتخب الأردني، الشقيق الأردني، فكافي تحلطمنا صار لنا طول الصيف ومن قبله، وإحنا نتحلطم، لا عاجبنا مدرب، لا عاجبنا اتحاد، لا عاجبنا إداري، لا عاجبنا قنوات ناقلة، لا ماكو شيء عاجبنا، وأنا أتفق ويا الناس. بس باقي 8 أيام الحين وقت كلنا بخندق واحد ويا لاعبيننا، احنا كلنا هالمنتخب اسمه منتخب الكويت الوطني. والله شوف انا اقول حق الجماهير انتوا لازم تدعمون المنتخب ولاعبين المنتخب، لان لاعبين المنتخب لازم اصلا تدعمون نفسيا عشان يتحمسون المباراه. هم اصلا اهم شيء حق اللاعبين الدعم النفسي. الامانه من مجموعه من الشباب بقيادة أخونا راشد الخالدي ما قصر، رمانا جمعنا عشان نطلع من المدرج الكويتي بسابق عهده بأحسن صورة. مو تطوع، مجرد مبادرة، أفكار من مخنا بنطلعها، وإحنا مصدومين، وأنا أول واحد مصدوم إنه ما توقعت إن نوصل هالمرحلة الطيبة اللي هو دعم الاتحاد لنا، وأيضا توجيهها لنا إذا كان في أي أخطاء وما شابه. إحنا الحمد لله وصل عدد 100 زين، فأغراضنا الحين كاملة، فأي حد بيدخل الحين راح نجيب دفعة جاية للسكارفات والفنايل وغيره، وبس يعني عادي يتواصل معنا بالرقم وندخل الجروب على طول بإذن الله تعالى. رسالة جروب الموج الأزرق وغيرها من الداعمين لمنتخبنا كانت واضحة، بأن جماهيركم لن تخذلكم مهما كانت الظروف، فلا تخذلونا وردوا للأزرق هيبته في التصفيات المرتقبة انطلاقها الأسبوع المقبل. الوطن يستاهل، احنا بهالديرة انولدنا وتربينا وكبرنا ودرسنا انزين، ورحنا ويينا وسوينا وحصلنا اللي غيرنا ما حصله في الديار الثانية. فمهما نسوي، أمك وبوك تطلع من نيزاهم، الكويت هم بعد ما نطلع من نيزاها. الموج الأزرق قواهم الله ويعطيهم العافية، أي جهد يشكر ولازم يذكر في برامجنا الإعلامية، مشكورين هل المجموعة، مجموعة الموج الأزرق، واللي نتمناه مو 100 و200، احنا نتمنى الآلاف إن شاء الله، ومتأكدين احنا إن شاء الله في مبارياتنا خاصة على أرضنا الآلاف موجودين، جمهورنا ما يحتاج التوصاية. لكن النقطة اللي ملاحظها ويمكن ذكرها أحد الإخوان باللقاء، وما أدري الكباتن ملاحظينها بدر، قاعد تشوف إنه في هدوء بالشارع الرياضي على مباراة المنتخب، في هدوء في يعني هدوء. أنا ما أقول ترقب، يعني الترقب إن الواحد ناطر المباراة، لكن لا، في هدوء، في هدوء، لأن في أمل، الأمل إذا كان موجود فيصير هدوء على أساس أنا بشوف الأمل هذا، لأن تدري أنت الآن بس فرصة. إذا في أمل يصير في طموح، بالضبط. وإذا صار في طموح يصير في تفاؤل، هذا بعدين أنا اللي أشوفه، هذا بعدين. ليش إن أول لعبة يصير في هدوء؟ بشوف، خلني أشوف. أنا قاعد أقول حق الشباب الآن، فوزوا شوفوا الملعب شلون، وشوفوا الناس شلون تتفاعل معاكم. هني راح يصير الانفجار، بعد الهدوء راح يصير الانفجار. ليش الهدوء؟ هدوء خايف إني أنا ما أبي أطلع مثل ما كان أطلع بالسابق بالمباريات السابقة، فالآن عندي أمل. أزمة الثقة، أزمة الثقة بالضبط. عندي أمل إن أنا
تغيرون للفكر هذا، وهذا الكويت كلها قاعد تطالب لاعبيننا وان شاء الله قدها ويغيرون هذا الفكر. وانا قاعد اقول لك اياها يعني هذا كاس العالم مو شيء بسيط، فالوصول له انجاز، وهذا انجاز يكتب لهم طبعا، يكتب حل الكويت كلها. فالهدوء اللي تفضلت فيه هذا ان شاء الله هدوء قبل العاصفه مثل بس هدوء، هدوء جيد انت تشوف. هدوء جيد لان هدوء هذا الامل، هذا احنا عندنا امل وفرصه يعني متعودين شويه هذا ان شاء الله بعد الفوز الجاي واللي وراه راح تشوف الانفجارات. شوف بكره ابو شوف ابراهيم بطوله كاس العالم هذه حلم حق كل لاعب ان انا اشارك في هذه البطوله، معروف حلم كل لاعب طبيعي اوكي. وهذا الحلم يبتدي من يوم الخميس، هذه اول خطوه من يوم الخميس من مباراتك مع 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 الاردن، فلازم تركيزك وعندنا فرصه احنا. اي انا افهمك فاهمك، بس هذه اللاعبين انا الحين لان كلامنا كان على الجمهور، الجمهور وتفاعله اللي حلقه اللي قاعد اشوفه وقاعد تشوفونه توجه اكثر على الانديه يعني لا زال حتى على المباريات الوديه والكلام على الانديه. لا 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 منتخب جدا مش شرط، لا مو شرط مو شرط، في عندنا جماهير يشجع المنتخب. انا قلت لكم مساء على تحت الهواء رحنا نيوزيلندا الجمهور ويانا، شوف المسافه نيوزيلندا يعني يومين لما توصل هناك نيوزيلندا، وحضروا الجماهير، لا جماهير الكويت خاصه مع المنتخب لا لهم حضور، وشفناهم في قطر في كاس الخليج لما نحضروا وبالعدد الكبير يعني، وخل الفريق خل داركها يعني السوشيال ميديا ما يعكس جمهورنا بشكل. ابراهيم انا اعتقد الهدوء هذا اللي صاير الحين العالم ليه احنا اعتقد او الجمهور للحين مو مفكر مباراتنا ترى يوم الخميس، قاعد تفكر بكاس الخليج. اي ممكن ترى الضوء كله على كاس الخليج كاس الخليج، يعني تصريحات قاعد تطلع الحين كاس الخليج، اللجنه قاعد تجي كاس الخليج وما ادري شنو كاس الخليج، ما سمعنا حتى ترى صرح على تصفيات كاس العالم. أي يعني اعتقد معناه اهم، معناه اهم وقريبه هي، بس الكلام كله العالم رايحه او خلينا نقول مثلا يعني الفوكس صاير كله على كاس الخليج، ولا كان في مباراه يوم الخميس القادم ومباراه بعدها باربع ايام خمس ايام في مباراه ثانيه. شيء ايجابي ولا سلبي؟ لا انا اشوفه سلبي. سلبي انت تتكلم على على مباراه نهائيات كاس العالم، ترى حتى اعلاميا بعد نهائيات كاس العالم تتكلم تصفيات كاس العالم. انا اشوف هذا الهدوء يعني هو الهدوء هذا خوف، انا اشوفه وغير خوف انه كلمه خوف مو حلوه. لا لا شوف لا لا صحيح ليش لا خوف انه ما عندهم ثقه بالنتائج، ما اقول باللاعبين او لا لا احنا نتكلم طبعا كلمه الخوف على الجمهور، على الجمهور على على يعني خلينا نقول من النتائج السابقه، فتحس انه يعني ما عنده طموح انه انه بنسوي شيء. وغير كذي ابو ابراهيم ترى اكثر ناس ما تدري يمكن عندنا ترى مباراه يوم الخميس الفوكس كله تقول مباراه تتكلم عن كاس الخليج ما يدري في، واعتقد الاغلبيه انه اذا بتقول مباراه تتكلم عن كاس الخليج انه الاحداث اللي صارت اخر شهر كلنا قاعد نتكلم عن كاس الخليج كاس الخليج كاس الخليج. مو شيء منطقي انه يكون هذا التخوف موجود من الجماهير؟ لا شوف الجماهير الجماهير مهما يكون ابراهيم انت يعني نتائجك السابقه لازم الحين تنساها خلاص، والنتائج القادمه حتى لو تقول الله لا يقول تكون سلبيه، انت تتم جمهور تشجع تشجع منتخبك يعني خلينا نقول بالحلوه وبالمره انت معاه، لكن نتمنى احنا ايضا من اللاعبين انه يردون هذه الثقه للاعبين. وانا اعتقد شوف اول مباراه او اول مبارتين اللي هي مع منتخب الاردن بالاردن ومع المنتخب العراقي في الكويت هي اللي راح تخلي الجمهور يعني يرد وينتعش نفس السابق او يكون او يكون مثلا يعني الطموح او مثلا خلينا نقول مو الطموح مثلا نقول النتائج السلبيه اللي تختل عنك اثر عزوف عزوف, عزوف عن عن حضور الملاعب للجمهور اثر عليك. يعني ابو سليمان يرحمك الله ابو سليمان مبروك طيبه، رايك الهدوء اللي بالشارع الرياضي الارث الايجابي الوحيد اللي بقال له من رياضتنا اللي هي الجماهير الكويتيه مهما كانت اثناء الصراعات الرياضيه الجمهور موجود كان يحضر، اثناء الخساره كان موجود، اثناء خروجنا من البطولات كان موجود، وان شاء الله يوم الخميس المباريات القادمه راح يكون موجود. اليوم ما عودنا الجمهور الكويتي انه يتخلى عن الازرق والنجوم الازرق والمنتخب مهما كانت النتائج ومهما كانت المستويات ومهما كانت الظروف والخسائر، دائما تشوف جمهور الازرق موجود. جمهور الازرق ما يحتاج تحفيز، جمهور الازرق وقت ان شاء الله المباريات راح تشوف الملعب ان شاء الله فل. انا ماني خايف على الامر، ما نتكلم اليوم عن تفاعل، ما عندنا اليوم قياس او ادوات ان نقيس التفاعل هل هم والله اليوم متفاعلين او يعني متفاعلين. حتى التواصل الاجتماعي ما يعد قياس، لا ما يعد قياس، ولكن احنا نتكلم اليوم عن خبره وخبرات سابقه رغم النتائج السيئه
ورغم يمكن خروجه من بعض البطولات، ولكن تشوف الجماهير اللي برا اكثر من اللي داخل. فنشكرهم صراحه، وهم صراحه يعني اللي بقالنا من رياضتنا الجميله. بالامس القريب انا جمله ما احب اسمعها من الاداري اللي يكون سواء مع المنتخب في الايام هذه والايام السابقه او الايام القادمه، لما تكون نتيجه سلبيه وتكون مباراه على ارضنا، لا ما ودي اسمع يكون اداري يقول لك ضغط الجمهور. ضغط الجمهور لا ما في شيء، هذه مشكله. في احد يقول انا ابي جمهور ولما تكون نتيجه سلبيه يقول ضغط الجمهور؟ بالعكس، اللاعب يتمنى ان يكون في جمهور. هذه صارت لازمه عندنا، وغلط مو لازمه صحيحه، لازمه غلط. ان لا لا، اللازمه اللي اقصدها انه والله ليش ما لعبته وليش ما قدمته؟ ضغط الجمهور، احنا والطالب الجمهور نلعب برا افضل من الكويت. هذا مو شيء صحيح، هذا مو شيء صحيح، يعني شيء لا ما يدش عقل هذا. فهذه انا اتمنى، بس الاحداث كانه تدلل ان هالامر صحيح، انه ياثر الجمهور على اللاعبين بالسلب. انا اليوم كلاعب لما ادش الملعب الفريق مسلمان، انا فاهمك بس مسلمان، لما تشوف الفريق عندنا بالكويت مثلا يلعب المباراة المستوى هزيل، تشوفه لما بنفس الاسبوع او بعد 10 ايام يلعب مباراة برا ارضه يكون مستوى افضل. صارت احداث بالسابق قبل كم سنة؟ من سنوات، مو سنوات كثيرة بس من سنوات بسيطة. لو بتقيسها بالعكس، لو بتقيسها شوف مثلا المنتخبات في السابق لما يكون بحضور الجمهور بالعكس يدون أداء أكثر من ما يكونون بالخارج. هذه مو موجودة عندنا باللاعبين، أنه والله يفضل أنه يلعب بملاعب أقل. هذا عدم الثقة بنفسه. في لاعبين، في لاعبين تحوش رهبة الجمهور، ما أقولك والله كل لاعبين، لا في لاعبين تحوش رهبة الجمهور. أبو محمد، لكن مو معناته أنه هو صح، هو غلط رهبة الجمهور، وما تعتبر أن على الجميع. لا لا لا، مو على الجميع، مو على الجميع، على اللاعبين. أبو محمد، من الجمهور اللي قاعدين؟ هل ترى اهلي رابعي ورابعيك يعني يشجعون؟ لازم انا استمتع، ومو قاعدين يغلطون عليك اي، ولا يسبونك ولا يسوون لك، لازم انا استمتع وامتع اللي جاي. شنو هالضغط اللي يقولون ضغط؟ ها كنا نسمع، ما حد حق قال بعد، لا بس الاتحاد تصريح، لا لا ما حد قال، احنا قاعد نناقشها. هل الجمهور ياثر بالجانب السلبي والايجابي؟ المفروض ايجابي، المفروض ايجابي، المفروض سلبي على احنا في بعض المباريات، حتى على الفريق الثاني. في بعض المباريات لما تصرخ على رفيجك من الملعب تسمع الصدى، ماكو احد بالملعب، ما ودك تلعب اكيد، بس لما تشوف هالجماهير لا تستمتع. بعد الخلق يسعى الانديه، اغلب اللاعبين خلال 20 سنه اللي يلعبون اساسيين الكويت والعربي والقادسيه، متعودين على الجماهير. وين ضغط الجماهير؟ ما في ضغط جماهير. هذا عيل يمكن تبرير لمن لا تبرير له، او مخدر. انا صاحب المغوله من هذا. عندي حطها علي. ترى حتى يعني حتى ان شاء الله برنامجنا، ما ادري اذا الكنترول معي، نبي شويه اغاني. يعني محمد طلال السعيد الله يذكره بالخير، موجه له تحيه، ما يحب موضوع الاغاني، يقول لا تحطون اغاني، بس والله بالعكس حماس، شنو الاغاني حلوه. تعب وعذبي ترى تحمس مع الاغنيه، قمت اسخن. اي لا لا والله، اقول لك قبل كنا ليش لا يعني، كانوا يحطون لنا في الباص اغاني، وهذه اغاني الملعب والملعب قبل المباراه. ابراهيم حتى اسخن اغاني المنتخب. ابراهيم انا هذه مره تناجرت او زعلت مع بعض اللاعبين في بعض البطولات اللي فاتت، بخصوص بعض اللقطات اللي يحطونها بالباص، حطوا لي قناوي مسرحيه ما مسرحيه. انت عندك ورث ونقازيه وارث، عندك ارث مو طبيعي بالغناوي الوطنيه وقناوي حتى بالمساج. لا لا بس انت ترى على فكره يعني هذه بس ولو يعني هذا ترى تعيشك الاجواء وتخليك رايح كانك مهمه وطنيه، مو شيء بسيط. رده فعل الجمهور لما يشوفك انت رايح، جمهور رايح قاعد تحط لي يعني انت استخدم لان فعلا انت تسمع هالغناوي هذه وانت رايح المباراه، والله تاثر عليكم باللاعبين، يعني الجمهور تحمس حتى اللاعبين بعد، انت تسمعها اصلا اي شيء على الوطن يصير لك قشعريره. اللهم لك الحمد، يعني ترى مو شيء بسيط، يعني رايح تمثل انت بلدك. قال الجماعه قاعد يسمعون على الفضل وياي، ها الحلقات الجايه من باكر ان شاء الله، لازم الاسبوع هذا كله لو عندك الاسبوع كله، عندك الاسبوع كله علي الفضل، عندك عرس مو طبيعي. بدايه الحلقه تكون لا بس انا مع محمد طلال، اذا ما يبي انا وياه. شوف محمد طلال يعني لا نظرته ان يعني يقول من بلشنا الاغاني وكانه في يعني تشاؤم وتفاؤل وتشاؤم، بس والله عقبها ما صار شيء. للتوضيح والرد على العم الغالب وانور في حلقه سابقه، فان الدوري الاردني للمحترفين انطلق في 8 اغسطس، تم لعب 3 جولات وتوقف في 23/8 لاستعدادات المنتخب. تحيات الجميع. مشكور يا اخوي علاء. صحيح بوانور بحلقه من الحلقات قال الدوري الاردني ما بدا، لكن
اعتقد بدا حتى معاه. انا قلت بلش ثلاث قلت انه ما بدا وطلع بدا. لا طالع انه بدا الدوري الاردني. شنو دور الجهاز الاداري للمنتخب في مثل هالمباريات؟ شنو الاشياء المهمه المطلوبه ينفذها الجهاز الاداري؟ هذا اخوكم قد ساوي مدريدي. اعتقد اشياء كثيره وسؤال ياخذ حاصلها. شنو اهم الاشياء؟ في السابق كان الجهاز الاداري مؤثر صراحه. لا تقول لي مؤثر وتسكت وسليمان. شنو شنو اهم شيء يسوي الكيان الجهاز الاداري؟ هي اللاعب يجهز هيئه يوقف ويا اللاعب يعرف شلون يتعامل مع اللاعب. شلون هيئه؟ قبل يوم المباراه قبل المباراه شلون هيئه؟ امور كثيره معنويا يعني ما اقدر اقول لك والله انا تعلق حسيت بالمسؤوليه اول شيء شوف الخبره كانت خبره الاداري صح العلميه كبر سنه شيء مهم صح. لما يتكلم معاك صح. وينصحك تحس انه فعلا يعني شخص محب لك مو قاعد والله انه يجاملك هذه امور تفرق ترى يعني هل مطلوب من الاداري يكون مثقف علميا لا لا فاهم بس نعم. انا اقصد انه يكون لاعب مثلا لا مو ضروري مو شرط عنده تاريخ رياضي لا مو شرط مو شرط هذه اشياء ملم مؤثرة. ملم بالامور الاداريه والامور الرياضيه نوعا ما ابو ابراهيم شفت مثلا الحين ترى المباراه ما تبدا من يوم المباراه المباراة شفت الحين من المعسكر من المعسكر شفت احنا لما طلعوا الحين المعسكر نعم. ترى من هني مفروض هذا يكون دور الاداريين انه يعيشون اللاعبين في اجواء المباريات مو قبل المباراه بيوم والله مثلا يلا نام بكر وفكر بالمباراه لا لا شلون يعيشهم باجواء المباريات يعني انا اسمع الكلام بس يعني يحسس شوف ابراهيم اول شيء يحسسهم بقيمه المباراه يحسسهم ان هذه مو مباراه واحده هذه مباراه اهلك حق كاس العالم انت لا تفكر في مباراه زي اللاعب هو عارف في بعض مرات لازم انك انت يعني ترد على اللاعب ما تخليه يعني يخرج برا يعني مثلا بعض مرات اللاعب مثلا ما يفكر يعني يطيش بعض المرات مثلا وقت التمرين بعدين تلاقي مثلا بالليل او بالغرفه سهر ما سهر لا لا في الامور هذه المفروض تكون دور الاداره خلاص لازم لان انت ما جسمك ما يتعود على المباراه انت بيوم وليله والله خلاص قبل المباراه انام مبكر لا لا طيب من المعسكر لازم تكون تغذيتك صح نومك مبكر صح راحتك تكون صح حتى ادائك داخل الملعب ترى مو بس دور المدرب اداء داخل الملعب حتى في دور الاداري انما يشوف ملاحظات على مثلا خلينا نقول ابو عذبي شاف اليوم بالتمرين مو زين اقعد معاه بعد التمرين الاداري انت يوم اشوفك يمكن المدرب ما يلاحظه ايه هذه لحظه يمكن ان اليوم فيك شيء في عندك شيء يمكن يكون عنده مشاكل ما تدري فهذا هم ايضا يكون دور الاداري ايضا لاحظ اللاعبين داخل الملعب مو بس هذه الملاحظه وعارف شخصيات اللاعبين وعارف ان هذا اللاعب اليوم واضح انه يعني في شيء خلينا نعطيك مثال بسيط يعني مثل إيه انا اليوم لما نتكلم اليوم على المرحوم ناصر الخباز بنادي الكويت أيه. لغايه اليوم اللاعبين يذكرونه صح. اليوم لما نتكلم بالمنتخب يمكن اللي انا عاصرته لما نتكلم عن العم يوسف الشملان الله يذكره بالخير ويطول عمره يوسف اليتامه يوسف اليتامه نتكلم عن العم حسين عاشور الله يشفيه ان شاء الله نتكلم عن ناس نتكلم عن عبد الحميد محمد صح في ناس اداريين مميزين يعرفون يتعاملون مع الاحداث عبد العزيز المخلد يعرفون يتعاملون مع الخساره يعرفون يتعاملون مع الفوز يعرفون يتعاملون لا نتكلم عن المشرفين مو رؤساء الاتحادات نتكلم عن الاداريين كان مدير فريق كان مدير فريق نعم عارف نتكلم عن الاداريين اللي يتعاملون مع اللاعب اثناء الخساره اثناء الفوز اثناء قبل المباراه بعد المباراه منو اللي اثر فيك اسم تحس انه يعرف ابو سليمان يعرف حق والد سليمان عارف مفاتيحك والله شوفه مو بس بدق علي يعني شوف مو بس يعرف حق والد سليمان العم حسين عاشور كان عنده مفاتيح كل اللاعبين كل اللاعبين لان ترى من الاسماء اللي ذكرتهم والنعم فيهم جميعا لكن يمكن الجيل اللي انا عشته ولا زالوا يذكرون يذكرون ومن الجيل اللي انا عشته ابو هملان سعد الهملان ابو هملان مثلا سعد انا ما اسمع عشته بس لا لا ترى ابراهيم جيل اعتقد جيل صحيح ترى حتى بعمرات ابراهيم يعني اللاعب يحتاج الاداري مثلا تلاقي في صار حصلت مشكله بينه وبين المدرب او مثلا ما يلعب اساسي اللاعب تحز بخاطره ايضا هذا دور المدرب دور الاداره لما يقعد مع المدرب مع مثلا لاعب يعني يكلمه ويحفزه والامور هذه انه في امور تحدث بين المدرب او مثلا اي لاعب ما يلعب بيزعل يصلح الخلل بين اللاعب والمدرب اختصرها بكلمه اختصرها بكلمه مهمه وطن انت رايح تمثل وطن صح ترى مو شيء بسيط يعني احساسك داخل اذا انت قاعد بالملعب وتشوف علمك يرتفع ونشيد الوطني ترى احساس مو طبيعي فهذا بحد ذاته يخلي المجموعه كلها رايحين لمهمه شفت شلون اللي راح يدش مهمه عسكريه هذا اصعب لان انت لازم تركيز بدني وذهني وكل شيء على اساس اوصل لي انا المهمه هذه احنا عندنا مشكله بشخصيه الفريق يعني احنا قاعد نتكلم بالجانب الاداري وشخصيه الفريق عندنا فيها مشكله يمكن ما عندنا فيها مشكلة لكن إحنا كجمهور كإعلام في أزمة ثقة بينه وبين الفريق وشخصيته قوته
داخل الملعب يفرض نفسه. احنا نتكلم فريق اللاعبين يعني كفريق، نتكلم عن القياده الاداريه. ايه؟ انت مثل ما تفضلت قلت هل بالضروره يصير رياضي؟ هل اليوم والله سعد الهملان كان رياضي؟ هل لعب كره ولكن كان رياضي نجح. كان اداري ناجح ومميز. اليوم نتكلم ايضا حتى الاخوان اللي ذكرناهم ما لهم ماضي رياضي ولكن يعني كانوا اداريين قياديين، مو بالضروره اني انا اليوم العب كره. لا صحيح، بس شوف ابو ابراهيم ترى اذا انت تدور اداري ناجح ترى ينجح حتى اللاعبين هم اللي يدورون ينجحون الاداري. اللاعبين بالعكس صحيح، اللاعبين اللاعبين هم يقدرون ينجحون. انا لا اللاعبين ما نجح على الاداري، انا بقول ينجح ما نجح الاداري انا لا يطيعون الاداري ينفذون كلامه، هذه كلها مساعده حق الاداري. اذا اداري ضعيف لا ماكو اداري ضعيف شلون ينجح؟ مو ناجح في شلون؟ ما في يعني ما في اداريين ضعف شخصيه؟ انا ما واجهت انا ما واجهت والله اللي واجهتهم لا كلهم تقول لهم والنعم مدرب ان شاء الله والنعم بالجميع والنعم بالجميع، بس انا اقصد عمل. من اللي يرفع اسهم المدرب؟ مو لاعبين، اداء اللاعبين وهذا هم اللي يرفعون اسهم المدرب. مو بالضروره. شوف انا ذكرته من قبل شوي ترى رد عليه يعني شوف بعض مرات المدرب انت تقول احنا دائما نلوم المدرب، بعض مرات اللاعبين مو قاعد يعطونا. ابراهيم هم كلهم مكملين لبعض، لما يكون في نجاح للفريق الكل ناجح، الاداري والمدرب. اذا كان في كل اذا كان في مثلا خلينا نقول الله لا يقول خسارة أو مثلاً نتائج سلبية، الكل يعتبر مو ناجح سواء اللاعب أو الإداري أو المدرب. صح. ما الكلام مثلث لازم يكون. إيه الكلام للاعبين، أنتوا رايحين حين معسكر وعارف أنت هذا المعسكر ليش حق البطولة، والبطولة مو سهلة، البطولة بطولة بطولة كأس عالم. نعم. وإحنا وصلنا كأس العالم مرة، والحين فرصة. أنا كلامي للاعبين هو الحين فرصة يأخذون 8.5، ففرصتنا كبيرة. لازم كبيرة. نفكر من اليوم قبل مباراة الأردن. صحيح. لازم نفكر من اليوم إن شلون نوصل حق كأس العالم، من اللي راح يوصلنا كأس العالم؟ أنتوا كلاعبين. صحيح. المدرب لا دور، الإداري لا دور، حتى اللاعبين أنتوا لكم دور، أنتوا لكم الدور الأكبر. أنتوا اللي قاعد تتعبون داخل الملعب، أنتوا بيتكم الفوز وأنتوا بيتكم الهزيمة لا سمح الله. يعني فكلامي للاعبين، نبي ودنا نوصل كأس العالم على الأقل مرة ثانية. ولد مطير يقول أنا طالب علي الفضل علي دخل بالحزبة مخرجنا الجميل، يقول أنا طالب علي الفضل يحط أغاني وطنية رياضية ولا تقولوا ما يبي يقول زينب بالله شدوا حيلكم يا إخواني بالسنتر، نبي أغاني من الرياضية القديمة. دخلت ويانا على الحزبة يا أخوي علي. يعني احنا ترى قفال يا شباب، إذا عندكم أي أمور أخرى قبل لا نقفل الحلقة. بس ببراي ممكن نتكلم، ممكن تكلمنا كثير عن المنتخب لكن ننسى الفتره اللي طافت بسلبياته وايجابياته. عندنا خلينا نقول من البدايه نبدا باول خطوه ان شاء الله من يوم الخميس. ما نبالغ في مثلا خلينا نقول طموحاتنا، او مثلا خلينا نقول مثلا نبالغ في مستوانا، احنا عارفين شنو مستوانا وفنياتنا، لكن نقدر نلعب احنا على مثلا على 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 المستوى اللي احنا فيه وعلى امكانياتنا. صح. ومدرب بشكل خلينا نقول يعني او تكتيك يعني بيكون ان شاء الله يكون قاري المنتخب الاردني او العراق او حتى الفرق الثانيه، لكن لا نروح بطموحاتنا ونصعد اللاعبين انهم هم بمستوى اعلى من الفرق الثانيه واخرتها احنا مباشر هنا نتكلم عليهم بالشيء السلبي ونكون كانوا لا احنا نعرف شنو مستوانا، لكن نتمنى منهم انه يعطون اكثر واكثر وننسى المرحله اللي فاتت هذه كلها. ونفس ما قال ابو عدي هذه فرصه ما راح تعوض، تصفيات اسهم من السابق بكثير. صحيح الفرق الثانيه كلها يقولون نفس الكلام وممكن فنياتهم مثلا امكانياتهم احسن من امكانياتنا الفنيه، لكن مهما يكون لازم احنا نحاول ان شاء الله نتاهل للتصفيات القادمه. احنا نرد ونقول رسالتنا بالبرنامج، وانا اعتقد حتى رساله الجمهور، ان نظهر بصوره طيبه اهم شيء ان شاء الله. ما حد يقول لك فوز، واللاعبين يكون عندهم ثقه بنفسهم. اي ما حد يقول لك فوز ولا لا، لازم تفوز ولازم تعادل. لا 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 بس لا، لكن نتمنى نفوز بالضبط. نتمنى لكن احنا واللاعب وابراهيم حتى اللاعب لازم يفكر. ندري احنا شنو امكانيات احنا فيها، وندري الفرق الثانيه امكانياته اعلى من امكانياته، لكن ايضا اللاعبين لازم يفكر انه يبي نتيجه ايجابيه. لازم انا اتكلم كجمهور احنا وكاعلام، احنا نبي نطلع بصوره طيبه، احنا نبي نشوف فريق يلعب ويستذبح شنو النتيجه اللي يعطينا اياها ربنا، لكن
نبي الفريق يلعب كرة القدم. لأن أخوي محمد الكل تغير ما عدا اللاعبين. إيه. الإداريين تغيروا. الجهاز الفني تغير. فما بقى بثابت إلا اللاعبين. بيدهم كل شيء. نقول يا رب عسى الله يوفقهم في القادم من الأيام، والله ما بقى شيء يعني إلا اثنين. أعتقد التمرين الأخير يكون الاثنين. الاثنين الأخير ثلاثة راح يسافروا. والأربعة الثلاثة ما في تمرين يعني ممكن يكون تمرين خفيف وأربعة تمرين تكتيك وخميس مباراة ثلاثة تمرين خفيف لأن يوم سفر لازم إيه. لازم يوم سفر إيه. ممكن الاثنين يكون تمرين إيه الاثنين إيه. تمرين الأخير والثلاثة يكون تمرين خفيف. تكلمنا آخر مرة بس موضوع الأجواء أنه في يعني في دبي رطوبة بس اتفقوا الكبات أن الرطوبة أفضل لأن هناك الجو أفضل من الرطوبة فالأجواء أنك تتدرب بجو خلينا نقول صعب افضل لك طبعا مو انك تروح نفس الاجواء طبعا عدل افضل لك على اساس هذه متفقين عليها طبعا طبعا متفقين عليها انا اشوفها ما يفتفرق ببعض والله ما انا اشوفها ما تفرق ما تفرق افضل يعني ما عارف انك تمرن بجو صعب فتروح هناك بجو اجواء افضل إيه؟ لياخ تكون افضل فكان في انتقاد ما احنا ليش قاعد يتدربون بالرطوبه لو رايحين ديره اجواءها مثل صعب عليهم المهمه على اساس يروحون يعني افضل ان شاء الله بالاخير يوصلون الهدف اللي يبونه واللي احنا كلنا نبي نقول يا رب ان شاء الله. والله الطلبات زادت على موضوع الاغاني. محمد طلال سعيد ما عليه هارد لك احنا مع ما يطلبه الجمهور ان شاء الله من بكره. المفروض ابو ابراهيم نزيد الجمعه المفروض حلقه كامله كل اغاني تبيها الحلقه ما في كلام تبيها الحلقه كل اغاني. احنا وصلنا للختام وياكم ان شاء الله ويا منتخبنا الوطني وكلنا بمركب واحد وعسى الله يوفقهم في القادم من الايام. اكيد برنامجنا مستمر طوال هذا الاسبوع والاسبوع اللي بعده مع المنتخب وين ما يروح احنا نكون بمركب. مشكورين كباتن مشكور كابتن وائل سليمان مشكور ابو مشكور يوسف سويد بدر العنبري مشكور المينيو بدر العنبري المينيو ما يساعد يا لا انا مره بهم دزلوا لي ضيوفهم بكر عشان احط المينيو انت سويت منيو خاص انا عرفنا الضيوف اللي تبيهم تبي البلام ومحمد بن ايان ضيوف اكاله ما ياكلون والله العظيم يبي البلام يسوي فروت سلطه يبي سامح حسين والله العظيم مو مال مو مال فروت سلطه اللي برا ما حد جاهز لا انا طالب والله الضيوف يكونون منو تبي الظهر لا ما ابي احد بس حط المينيو على حسب لا يبي اقول لكم يبي البلام ويبي بن ايان لا البلام خليه في ايمن الحسيني ايمن الحسيني خليه في ايمن الحسيني الحين بعد عصفورته مالت نادي الكاظمه طفناه وهو انكر المعلومه اللي انا جبتها على المدرب التونسي فيعني طفناه بكاظمه. مشكورين مره ثانيه ابو سليمان ابو عدبي بدر العنبري صالح برايشي مشكورين شكرا موصول حق كل من تابع حلقه اليوم من برنامج بالسنتر ان شاء الله بكره معاكم حلقه جديده الله يوفقك ازرقنا مع السلامه.